صباح الهنا، صباح الرزق، صباح كل حاجة حلوة على كل اللي بيتابعنا من كل مكان في العالم. احنا عارفين يعني جماهير النادي الأهلي في كل مكان في العالم، مش موجودة بس في مصر، مش موجودة بس في الوطن العربي، موجودة في كل أنحاء العالم. وده لما بنسافر أي مكان في العالم وبيعرفوا ان احنا ننتمي للنادي الأهلي، تلاقي بقى ناس كتيرة جدا حتى ما لهمش علاقة بمصر، ما لهمش علاقة حتى بالعرب، في أجانب كتير جدا برضو. خليني أقول لحضراتكم أكيد دي فاكت أو حقيقة معروفة، بيحبوا النادي الأهلي. على كل حال صباح الفل وحلقة جديدة ونهاية الأسبوع، وإن شاء الله نختم الأسبوع زي ما بدأناه وقلنا صباح النصر بعد مباراة السوبر الجميلة اللي كلنا استمتعنا بيها، كمان نختم هذا الأسبوع بفرحة ونيجي يوم الأحد برضو نقول صباح النصر، واستكمالا للدوري المحلي والأهلي والداخلية النهاردة الساعة 5 مباراة أعتقد في غاية الأهمية، وأكيد إحنا عايزين نحصل على الثلاث نقاط بتوعنا بإذن الله. يعني المسيرة اللي لحد دلوقتي أكثر من رائعة يعني تكلل كمان النهاردة بالفوز، مش بس الفوز، زي ما إحنا بنكون حريصين إن إحنا نشوف فوز الفريق بتاعنا بس في نفس الوقت كمان نشوف لعب حلو على الارض. اسمحوا لي بس النهارده انا هكون مع حضراتكم لوحدي لان كريم يعني استاذن او اعتذر عن حلقه النهارده لانه عنده ظروف، ان شاء الله يكون معانا بدايه من يوم الاحد القادم. على كل حال خلينا نبدا كده وننوه عن الفقرات زي ما احنا متعودين. النهارده معانا فقره مع كابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق وملفات كتيره اهمها اكيد ماتش النهارده والدوري والاهلي والداخليه والاستعدادات والكواليس، خصوصا ان احنا عندنا بعض الاخبار للاسف اللي مش افضل شيء او نقدر نقول اللي هي مش احسن حاجه، لان احنا عندنا كم عضو كده في الفريق منهم مستر كولر نفسه عنده للاسف الشديد برد، بس هنتكلم في التفاصيل هل هيحضر هيكون متواجد، لا لسه ما فيش معلومه مؤكده. دايما هرجع اقول لحضراتكم المعلومه حضراتكم تحصلوا عليها من المصدر، ملناش دعوه حد اتكلم قال ايه، المهم ان احنا بنتكلم لما النادي الاهلي بيصدر او بيصدر منه بيان. الفقره الثانيه النهارده هتكون منورانا دكتور دينا ابو السعود وملف مختلف او جديد من ملفات الصحه اللي احنا دايما بنتكلم حضراتكم عنها في كل حلقه طبعا، وبتتناول موضوع مختلف مرتبط بالسمنه. على كل حال خلونا نبدا ونتكلم على النهارده ومباراه الاهلي امام الداخليه. وليه بنقول هي تاني مباراه مهمه؟ عشان احنا بنتكلم ان الموسم ده هنتعامل معاه، واحنا اتفقنا الكلام ده من الاول على ان كل لقاء ان هو ماتش كاس، يعني عندنا يعني ده معناه ايه، او ده زي ما بيتقال كده بديل ايه، بديل لما فيش بديل عندك عن الفوز، وده مش يعني حاجه كده انت بتطلع بيها، لا ده لعده عوامل. خلينا نبدا واحده واحده. اولا عشان ده الاهلي، ده الاهلي اللي احنا متعودين عليه. تاني حاجه لازم يكون في استغلال لحاله التالق اللي انا كنت بتكلم عنها بدنيا وفنيا ان اللعيبه فيها لحد هذه اللحظه مع كولر، بصراحه حاجه محترمه جدا عايزين نبني عليها كمان لمواصله الانتصارات. طيب ايه تالت عشان نقدر ان احنا نرجع درع الدوري للجزيره مره تانية مكانه بقى يا جماعه، هو ده مكانه الاصلي خلينا نقولها، بجانب طبعا المنافسه على كل القاب الموسم محليا وقاريا، واحنا اكيد برضو قدها من ناحيه بقى بتاعتنا لو احنا هنتكلم عن نفسنا، احنا اكيد قدها، اللعيبه قد المسؤوليه، واكيد برضو النهارده باذن الله هنشوف ماتش كويس جدا بدوافع كمان مختلفه. يعني بمعنى ايه دوافع مختلفه؟ الاهلي عايز يحافظ على مواصله الفوز، وفريق الداخليه اكيد عايز يحقق اول فوز ليه لانه تعادل زي ما حضراتكم عارفين في اول مباراتين بالدوري. طيب ده ممكن يصعب المواجهه؟ اه طبعا ممكن يصعب المواجهه جدا على الطرفين، لكن كل اللي احنا بنتمناه هنرجع نقول تاني حصد الثلاث نقاط وفي نفس الوقت نشوف ماتش حلو. طيب الاهلي برضو هيكون عنده بعض الصعوبات لو احنا هنتكلم بقى عن نفسنا شويه، لان انت زي ما هتشوف كولر يعني هيتعامل ازاي مع الصعوبات دي، وطبعا انت عندك غيابات وغيابات مش عناصر عاديه، لا انت عندك عناصر اساسيه ومهمه زي ما انا كنت بقول بسبب الاصابه زي ديانج، محمد عبد المنعم، السوليه للاسف الشديد، وكولر كمان وحسين الشحات ومعلول عندهم نزله برد شديده. عشان كده كنت بقول لحضراتكم احنا لسه مش عارفين ايه اللي هيحصل، هل هيشارك كولر النهارده من عدمه؟ هنعرف كل ده هنعرفه خلال الساعات القريبه باذن الله. على الجانب الاخر اتوقع برضو ان كابتن رضا شحاته مدرب الداخليه هيلعب بفكر دفاعي هيعتمد على الهجمه المرتده، ده متوقع جدا النهارده، لكن عامه اكيد هيكون لينا كلام برضو كتير عن التشكيل المتوقع، طريقه اللعب خلال الفتره كمان اللي جايه. وخلونا دلوقتي بقى نستعرض تاريخ المواجهات بين الاهلي والداخليه، انا دايما بحب اتكلم بلغه الارقام زي ما حضراتكم اكيد عارفين. تعالوا كده نبدا، هم التقوا في 13 مباراه
في الدوري. فاز الأهلي فيها في 9 مباريات، وفاز فريق الداخلية بمباريتين، وتعادلوا فيه برضو مباريتين. طيب بالنسبة لمواجهتهم في مسابقة الكاس، واجهوا بعض مرتين وفاز فيهم الأهلي. طيب انت لو هتتكلم كده بلغة الأرقام أكيد في فرق كبير جدا، طبعا في تفوق كبير للأهلي في تاريخ المواجهات. تاني هنأكد ده مش مبرر أبدا أن انت النهاردة تخش تلعب، أو انت حتى كجمهور ملهاش علاقة خالص باللعيبة. اللعيبة أكيد على قدر المسؤولية وفاهمين أن كل مباراة من مباراة دي بتعتبر بطولة، لكن احنا حتى كجماهير مش عايزة يبقى عندنا روح اللي هو إيه، لا المباراة دي هتخلص على طول، لا المباراة دي فوزها في جبنة، 3 نقاط خلاص في جبنة قبل ما ندخل. الكلام ده طبعا مش بتاعنا، يعني مش مدرستنا ومش ثقافتنا أبدا، سواء لعيبة أو حتى جماهير. احنا دايما بنقول أي مباراة مباراة صعبة، احنا عندنا تحدي كبير، لأن دايما الفرق اللي بتنافس لما بتلعب مع النادي الأهلي بتلاقي لعبة مختلف، بتلاقي كده زي ما بتبقى بتقول أو زي ما تحلل كده تقول لك أنا داخل مستقتل، أنا عايز أقدم أفضل ما عندي أمام تحديدا النادي الأهلي. ده بنشوفه، شوف فرق بتلاعب مثلا فرق أخرى عادي جدا، تيجي مع النادي الأهلي تلاقيهم فرقة متطورة مثلا 50%. طيب ليه؟ علشان هم بيلعبوا النادي الأهلي، وده في حد ذاته ليه هيبة، ده في حد ذاته ليه مكانة تانية خالص. على كل حال امبارح كنا بنتكلم برضو عشان نلف كده على الرياضات المختلفة ونروح للأخبار المفرحة، كنا بنتكلم امبارح زي ما حضراتكم تابعتونا عن هنا جودة بنت الأهلي صاحبة ال 14 سنة، وهي يعني صغيرة جدا في السن، لكن مع صغر سنها إنجازاتها كبيرة. يعني مبروك على تتويجها بجد ببطولة إيطاليا لتنس الطاولة تحت 17 سنة، كان عندها منافسات امبارح تحت 19 سنة كمان، والحقيقة بجد هنا زي ما عودتنا وخلتنا بجد نكسر معاها كل سقف الطموح. فعلا استطاعت ان هي تتغلب كمان على منافسيها تحت 19 سنه، هي عندها كام؟ عندها 14، كسبت اول امبارح تحت 17 سنه وكسبت امبارح تحت 19 سنه وتوجت ببطوله ايطاليا. يعني ليه هذه الفئه العمريه؟ يعني فعلا لو احنا هنتكلم معجزه خاصه او معجزه سبيشال ان هي كمان تتغلب على منافسين، يعني تتكلم من هونج كونج كمان، ودي الدوله اللي هي من شرق اسيا ودي مفروض ان هي اقوى دول في العالم في تنس الطاولة أو البينج بونج. فبجد فخورين بهنا جدا، وإن شاء الله تنورنا مرة تانية زي ما كنت بقول لحضراتكم، هي كانت معانا في أول حلقة في 10 الصبح في الأهلي، إن شاء الله تنورنا قريب عشان نتكلم بقى عن الإنجازات اللي حصلت يعني ضمن الفترة دي كلها، وكمان الإنجازات اللي هي منتظراها الفترة اللي جاية. على كل حال خلينا نكمل مع حضراتكم لأن لسه عندنا كلام كتير. كلنا كلمناكم أو كلمت أنا وكريم قبل كده عن المغامر علي عبده في بداية رحلته في محافظات مصر، كان على دراجة كهربائية، ده كان في إطار مبادرة رحلة أو رحلة إلى قمة المناخ للتوعية بالتغيير المناخي، وده طبعا ملف مهم جدا زي ما حضراتكم عارفين في ظل طبعا استضافة مصر لقمة المناخ بمدينة شرم الشيخ. طيب رحلته لحد النهاردة استمرت كام يوم؟ استمرت 22 يوم، حقق خلالها الرقم القياسي الأول لأطول رحلة على دراجة كهربائية داخل دولة بمسافة هنا 9759 كيلو متر. خلال قد إيه؟ خلال 22 يوم زار فيها أماكن كتيرة جدا في مصر. الرقم القياسي ده أول مرة يتعمل في العالم، وهي رحلة مفروض يعني هو من وجهة نظره عايز يمزج ما بين الرياضة والسياحة والتوعية في نفس الوقت بقمة المناخ في نفس التوقيت. طبعا يعني زي ما بتقال كده مبادرة حلوة، مبادرة جديدة من نوعها، لكن أكيد التفاصيل مش هتبقى عندنا، التفاصيل هتكون مع المهندس علي عبده الدراج ومحطم أرقام قياسية. صباح الخير على حضرتك. يعني مبادرة جميلة جدا وبتتزامن مع ملف في منتهى أو في غاية الأهمية، أكيد تغيير المناخ مع استضافة مصر لهذه القمة خلال أيام قليلة جدا. خلينا نعرف من الأول إزاي ممكن مبادرة زي كده فعلا تعمل سبوت لايت أو تسلط الضوء بمعنى أصح على ملف في غاية الأهمية زي اللي احنا بنشهده الأيام اللي جاية. تفضل. طيب الحقيقة المبادرة اتعملت عشان تحقق عدد من الأهداف، أولها رفع الوعي بالتغيرات المناخية، عايزين الناس تعرف يعني إيه التغير المناخي، إيه الإجراءات اللي هم ممكن يعملوها، إيه السلوكيات اللي ممكن يساعدوا بيها في محاربة التغيرات المناخية. بجانب إن إحنا خلال زيارتنا لعدد من المحافظات كنا بنحاول نظهر التحديات والفرص، يعني كنا بنزور المشاريع اللي بتساعد تخفيف حدة التغيرات المناخية أو بتساعد في تقليل الانبعاثات، زي مثلا في الأقصر زوبة ابن رجادة الشجرية على مساحه حوالي 700 فدان مزروعه اشجار بيتم الرياحه بمياه الصرف الصحي المعالجه، بتمتص كميه كبيره جدا من الكربون بجانب جانب اقتصادي. في مطروح زرنا محطه تحليه مياه من ميه بحر
زرنا محطات انتاج طاقه الكهرباء من الرياح، فبنعدي كمان على المحافظات عشان نعرف الناس ايه المشاريع اللي موجوده فيها، ايه الفرص اللي هم ممكن يستغلوها، ايه الحاجات اللي ممكن يشاركوا فيها كافراد. ده الهدف الاساسي. الرحله يعني ما حصلش في تاريخ مصر قبل كده ان حد لف جميع محافظات مصر بمركبه كهربائيه، احنا كنا اول مركبه كهربائيه في تاريخ مصر تزور اماكن كتير جدا، رحنا السلوم، رحنا سيوه، رحنا ابو سمبل، رحنا شلاتين، حتى الان زي ما حضرتك ذكرت احنا كسرنا الرقم القياسي الاول بما يقارب من 10,000 كيلو خلال الفتره دي. ان شاء الله احنا مكملين عشان نغطي بقيه المحافظات، فاضل لنا عدد قليل من المحافظات، وبعد كده هنتوجه لسينا او شرم الشيخ لحضور المؤتمر، وفي فيلم تسجيلي عن الرحله هيتعرض ان شاء الله في مؤتمر المناخ علشان التجربه دي ناس كتير تشوفها. الخلاصه ان مصر كدوله هي دوله متاثره بالتغيرات المناخيه، احنا متاثرين بانبعاثات دول اخرى ما لناش ذنب في حاجات كتير بتحصل. صحيح. فتم جمع عدد من القصص من الناس اللي احنا قابلناهم في المحافظات المختلفه، ازاي تغير المناخ بيأثر عليهم كافراد، مجتمعاتهم اتغيرت ازاي، اقتصادهم وحياتهم اتاثرت ازاي. لان احنا بنحاول ان احنا نحس الدول الصناعيه او الدول المصدره للانبعاثات انها تقلل من انبعاثاتها عشان الناس دي تقدر تعيش، وفي نفس الوقت يدعموا المجتمعات المتضرره من سلوكهم اللي سبب التغيرات المناخيه. رائع جدا. طيب خليني اسالك حاجه، دلوقتي مبادره اعتقد جديده من نوعها، مبادره جيده جدا، مبادره بتتكلم عن توعيه لملف في غايه الاهميه زي ما انت بتقول يا باشمهندس، بس انا دايما بقيس نجاح اي شيء بمدى رد الفعل وفكره ان هي بتريتش قد ايه او بتوصل لقد ايه من عدد يعني للناس اللي هي بتتابع، فخليني اتاكد منك او اعرف منك لحد دلوقتي تقريبا قد ايه في ناس وصل لها فكره هنا المبادره دي والغرض من هذه المبادرة، يعني خلينا نعرف انتوا بتتابعوا هنا ولا مجرد زي ما بيتقال كده حملة بتتعمل وخلاص؟ لا بص، احنا بنشتغل على كذا مستوى الحقيقة في التوعية. اول جزء على الارض الناس نفسها، بنقابل ناس في كل محافظة بنروحها، رحنا جامعات، عملنا ايفنتات في عدد من المحافظات، شاركنا في عدد من الايفنتات. في جانب ثاني بيتعمل على السوشيال ميديا، التوعيه على السوشيال ميديا والسوشيال ميديا بتاعت الرحله والحاجات المصاحبه ليها. في جانب ثاني اعلامي، الاخبار والفيديوهات اللي احنا بنسجلها عن الرحله، يمكن حتى اخر خبر جاي لي قيمه التغطيه الاعلاميه للرحله من ثلاث ايام وصلت 6.5 مليون جنيه، يعني بمعنى حضرتك لو عملتي كامبين للتوعيه بقيمه 6 مليون جنيه هيحقق اللي احنا بنعمله، واحنا لسه ما خلصناش. فالحمد لله الاثر على الارض والاونلاين فوق ما كنا نتوقع، يعني حتى الرقم اللي انا ذكرته لحضرتك ده بس الجزء الاعلامي، ما تمش اضافه فيه لسه الجزء بتاع السوشيال ميديا، ما تمش اضافه فيه الجزء اللي على الارض في الايفنتات اللي اتعملت. كويس. دي نقطة على فكرة في غاية الأهمية، لأن أنت دايما لازم بتشوف الأول في الآخر أو بتقيم قد إيه أنا وصلت للناس، فدي أعتقد نقطة مهمة جدا إن أنت كمان توضحها لنا. طيب على كل حال يعني احنا نتمنى ان شاء الله لما ترجع من مؤتمر المناخ تكون معانا علشان بقى نتكلم في صدد هذه المبادره ونعرف تفاصيل اكتر منك وازاي ممكن كمان نعمل مبادرات زي دي تاني وحملات توعيه ممكن توصل لاكبر قدر من الناس. انا بشكرك جدا باشمهندس علي عبد، شكرا ليك. مبادره حلوه، انا بحب المبادرات اللي بيبقى ليها في الاول وفي الاخر غرض، يعني مش فكره بس ان انا اعمل مبادره وخلاص كده والناس تلتفت حواليا والصحافه تكتب وخلاص، لا لازم يكون في غرض مهم او ملف مهم انا بتكلم على اساسه. ولما اجي هنا تحديدا اتكلم عن ملف تغيير المناخ طبعا، وهرجع اضيف تاني او هاكد كلام الباشمهندس علي لما كان بيقول لك مصر ملهاش علاقه، بس هي من اكتر الدول برضو اللي بتتاثر، بس مش احنا اصحاب هذه المشكله او احنا الاساس في هذه المشكله. طبعا دول صناعيه كبرى هي الاساس في هذه المشكله، وهي بتحاول او حسب ما هي بتدعي ان هي بتحاول تحد من المخاطر البيئيه، ان هي بتستعمل يعني بدائل اخرى للحفاظ على البيئة اللي هي الطاقة النظيفة والمتجددة وغيره، لكن لحد هذه اللحظة برضو ده ما بيتمش بشكل يعني كامل. على الصعيد الآخر احنا بنحاول من خلال المؤتمرات المختلفة، منها طبعا مؤتمر المناخ اللي خلال تقريبا كام يوم، يوم 6 تحديدا اللي مصر هتستضيفه، واللي هو برضو العالم كله مفروض ان هو بيتابع، وهذا الملف برضو حتى قبل المؤتمر وبعده، ان انت تلاقي حل هذه المشكلة اللي بجد تاني هنرجع نقول مخاطرها على اللونج تيرم او اللونج ران كارثية، مش خطيرة، كارثية. فدي نقطة مهمة جدا. على كل حال
خلينا نكمل مع حضراتكم اخبارنا الحلوه. امبارح اتعمل مؤتمر صحفي للاعلان عن ايه بقى؟ عن اطلاق اول واكبر اولمبياد للياقه التنافسيه اسمها كده اولمبيك فيت، بمشاركه الاف اللاعبين وبتنظيم من الاتحاد المصري لرياضات الشارع. واتكلمنا على فكره قبل كده عن رياضات الشارع واللياقه. طيب هيكون بمشاركه هنا كام؟ 10,000 لاعب ولاعبه من 40 دوله، وده ضمن مبادره السيد الرئيس بفكره هنا مبادره بناء الانسان، الرياضه اسلوب حياه. طيب عشان ايه او ايه غرض هذه المبادره؟ نشر رياضه الممارسه والارتقاء مفروض بالمستوى البدني والذهني بين افراد المجتمع المصري، بتضم الفعاليات بطوله الجمهوريه للياقه التنافسيه اللي المفروض بقى مؤهله لبطوله العالم بالمكسيك، بالنظام هنا هتتعمل الاونلاين يعني مش تعمل، هتبقى حاجه زي فيرتشوال، بمشاركه 500 لاعب ولاعيبه، وبتنظيم ماراثون للجري في محميه وادي دجله بمشاركه 1000 متسابق ومتسابقه، ده في اطار دعم مؤتمر ايضا المناخ، بجانب تنظيم 8 بطولات متنوعه خلال الفتره بنتكلم من 10 ل 12 نوفمبر الجاري، بمشاركه كامل. الارقام دي بتفرق بقى، عدد المشاركين هو اللي بيديك امبريشن على مدى نجاح برضو المبادره اللي انت بتعملها او المسابقه اللي انت بتعملها. بنتكلم 4,000 لاعب ولاعبه مصريين واجانب تاني بيمثلوا 40 دوله. تاني هي لسه ما ابتدتش، هي بس المؤتمر الصحفي هو اللي تم الاعلان عنه عشان يبتدوا بقى التجهيز وبعد كده تتم على الارض، ودي برضو هتبقى سلسله من سلاسل زي ما بيتقال، او يعني زي ما بيتقال واصله من فكرة هنا السياحة الرياضية اللي احنا دايما بنتكلم عنها واللي احنا قلنا عنها قبل كده، واللي قلنا مصر عندها البيز ان انت ممكن بجد من خلال الطبيعة اللي ربنا مديها لك، انت ما بتشتغلش على حاجة على فكرة، يعني انت مش محتاج تعمل اي حاجة لان انت عندك ده اوريدي ربنا مديهولك، فان انت تستغل ده بقى في السياحة الرياضية ده ملف ممكن يجيب لك فلوس كتيرة جدا او عائد اقتصادي كبير جدا. في دول تانية ما عندهاش حاجة صنعت ده علشان تقدر ان هي تعمل دخل بعد كده، فما بالك انت اوريدي عندك ده، بس لازم تستغله صح. كان زمان بنستغله صح؟ الإجابة لا. خلينا نبقى صراحة، دلوقتي ابتدى يبقى فيه فكر مختلف، ابتدت السياحة والرياضة يبقوا عامل مشترك بشكل كبير جدا، ابتدت الرياضة تبقى برضو إلى حد ما بتدخل لك دخل كبير، لما بالذات بتربطها ببطولات كبيرة، أصبحت أنت دلوقتي دولة تقدر إن هي تنظم بطولات عالمية بسيستم عالمي. يمكن زمان برضو هرجع أقول تاني ما كانش عندك أصلا الجراءة إن أنت تقول أنا عايز أنظم بطولة عالمية أو دولية، ما عندكش إمكانيات، لا عندك بنية تحتية ولا إمكانيات ولا حد يقدر ينظم لك حدث عالمي ولا صحافة تغطي ولا غيره، ما كانش فيه ده للأسف. دلوقتي وبقالك كذا سنة لا، الموضوع مختلف تماما، فده أعتقد نجاح في هذا الملف فكرة هنا الرياضة المصرية أو السياحة الرياضية تحديدا. طيب نروح مع حضراتكم بعد كده لبعثة منتخب مصر للتايكوندو اللي عادت للقاهرة بعد المشاركة في بطولة صربيا المفتوحة للتايكوندو، حصلت ميداليتين ذهبيتين وفضية، وتوج بالميدالية الذهبية اللاعب أحمد الراوي في وزن تحت 87 كيلوغرام، بينما توج بالميدالية البرونزية اللاعب سيف عيسى في وزن تحت 80 كيلوغرام. اعتقد حاجه مشرفه جدا، ومنتخب التايكوندو بجد امامهم لسه تحدي كبير الفتره اللي جايه مع انطلاق كمان بطوله العالم اللي جايه اتكلمنا عنها قبل كده بالمكسيك خلال شهر نوفمبر الجاري. كل التوفيق ان شاء الله ليكم. كل دي اخبار على فكره حلوه جدا، ولسه معانا اخبار حلوه اكتر. حقق منتخب مصر لرجال الجمباز الفني انجاز كبير لاول مره في تاريخ الجمباز بعد حصوله على المركز ال15 ببطوله العالم للجمباز الفني، تفوق على دول كبيره جدا في اللعبه بحجم عندك رومانيا واستراليا وكولومبيا، ودول دول بالمناسبه متفوقه جدا في هذه الرياضه. وبالمناسبه برضو اخر ترتيب الجمباز الفني رجال في بطوله العالم كان حصولنا على المركز ال41 على مستوى العالم، فبرضو الرانك اختلف، اعتقد ده انجاز برضو جديد على الارض. خليني اقول لحضراتكم برضو ان منتخب مصر للجمباز فني رجال وانسات كمان بيمتلك لاعبين فعلا لو احنا هنتكلم على اعلى مستوى، يعني اكتساب هنا خبرات كبيره جدا كمان من خلال المشاركات القاريه والدوليه والعربيه اللي هم شاركوا فيها مؤخرا واللي حققوا فيها انجازات كبيره جدا، وحاليا بيشاركوا في بطوله العالم بانجلترا المقامه في مدينه ليفربول عشان يعني زي ما بيتقال كده يحسنوا كمان من ادائهم. كل دي حاجات بتفرق بشكل كبير جدا في الرانكينج في النهايه اللي هتكون لغايه تقريبا 6 نوفمبر، يعني هتنتهي خلال ايام قليله جدا.
خلينا نحاول كده نتعرف اكتر ونعرف تفاصيل كمان، مش بس النهارده عن حاله الطقس، كمان خلال الايام اللي جايه والويك اند. خلينا ناخد دكتور محمود شاهين، مدير عام مركز التنبؤات والتحاليل. يا دكتور صباح الخير في البدايه لحضرتك. اهلا بيك. يعني دايما بتفائل لما بنتكلم ويبقى في ماتش للاهلي في اليوم ده، ده مبدئيا. يعني ان شاء الله خير، ده ماتش مهم. ومنك بقى نتاكد او نطمن زي ما بيتقال كده عن درجات الحراره النهارده، والماتش الساعه 5 برضو عايزين نعرف ان شاء الله درجه الحراره او الطقس بشكل عام هيكون عامل ازاي ده النهارده. وبرضو حابه من حضرتك اعرف، لان حاله الطقس الايام دي مش ثابته، يعني ما تقدرش ان انت تحددها، شويه في حر شويه في برد في نفس الساعه، مش في نفس اليوم ده، في نفس الساعه. فخلينا نعرف من حضرتك، اتفضل. طبعا تقلبات الخريف دايما بتشهد زي ما بنقول في طول السنه كلها، ممكن نشهدها في يوم واحد. دي حقيقه. درجه حراره الصبح بدري واحنا خارجين، شويه الشمس تطلع تعمل تسخين ونبقى مش طايقين الهدوم اللي احنا لابسينا، بعد كده تلاقي السحب قفلت وامطار في بعض المناطق، ثم انخفاض درجه حراره مره اخرى في فترات الليل. هي ده فعلا دي سمات فصل الخريف، التقلبات الجويه الحاده والسريعه اللي دايما ما بننوه عنها وبنحذر منها، واللي بتخلينا دايما بنقول متابعه الصفحات، صفحه الارصاد الجويه على الفيسبوك مع التحديثات اللي بنشوفها على مدار اليوم بننوه عنها اول باول طبعا على الصفحه، بالاضافه للتوقعات اللي بنقولها مع بدايه كل يوم الصبح ان شاء الله. طبعا ان شاء الله الفتره اللي جايه يعني درجات الحراره تستمر في هذه المعدلات، حول المعدلات الطبيعيه ما بين 26 و27 درجه على القاهره ومحافظات الوجه البحري. هتبدا الفتره الجايه تقل كميات السحب شويه الايام اللي جايه، وهتبدا تتكون السبوره المائيه في الصباح الباكر بشكل اكثر كثافه شويه من اللي كنا بنشوفه الايام اللي فاتت. فنكون حذرين جدا اثناء الويك اند والانتقال من محافظه الى اخرى الصبح بدري بعد الفجر ولغايه الساعه 7 8 الصبح، بتنخفض مستوى الرؤيه الافقيه نتيجه الرطوبه اللي موجوده ونتيجه الاستقرار اللي هنشوفه خلال الايام اللي جايه، فنكون حذرين لان الرؤيه هتنخفض بشكل ممكن ياثر على حركه السفر، فنكون حذرين شويه، اما نخرج متاخر شويه او القياده بهدوء شديد على الطريق. ده بس حضرتك بتتكلم الرؤيه دي هتكون في الساعات يعني الباكره زي ما بتقال. يعني نسافر مثلا بعد الساعة 7، لو حد مضطر ان هو يسافر مثلا لاسكندرية او لغيره بعد الساعة 7، بعد 7-8 بعد 7-8 الصبح تبدا الاجواء تكون تبدا تتكشف شوية او تبدا الرؤية تتحسن شوية على الاقل. طيب انا عايزة برضو اسأل في نقطة، لان الموضوع برضو غريب شوية. يعني مثلا تلاقي ان في فجأة كده يوم اماكن فيها مطر واماكن تانية فيها شمس، فاحنا نبقى مش فاهمين. يعني تلاقي ناس صحابك في التجمع، يا جماعه الدنيا بتمطر عندنا، احنا نبقى في المهندسين الجو حر جدا، تلاقي في زايد مثلا في مع شبوره يعني وات ايفر. فانا مش فاهمه يعني تقلبات سريعه وفي اماكن محدوده يعني سيئه جدا، فبيبقى صعب طبعا التوقع بيها بشكل دقيق جدا. بس طبعا احنا بنقول الفرص موجوده، احيانا بتكون فرص امطار خفيفه في اماكن، احيانا تشد شويه في اماكن ثانيه، دي نتيجه طبعا الكميات الرطوبه اللي بتتفاوت من منطقه لاخرى وطبقات الجو العليا ليها عوامل كثيره جدا، بتبقى طبعا دقيقه جدا ويعني بتبقى محدوده جدا في اماكن دون الاخرى. فطبعا بيبقى الى حد كبير بنشعر بيها ان اماكن ما فيهاش حاجه خالص، ونبدا نكذب الناس اللي فيها يقول لك يا عم مطر ايه ما فيش. غريبه جدا يعني، غريبه جدا. يعني فعلا هو ده فصل الخريف، خصوصا النص الاول من فصل الخريف بيبقى كده عاده. على كل حال خليني اختم بتوقعاتك لماتش النهارده يا دكتور. يعني الاهلي الحمد لله فايز والحمد لله روحه المعنويه عاليه جدا، وان شاء الله النهارده الماتش هيبقى لصالح الاهلي باذن الله. باذن الله. انا اقول يعني ان شاء الله نقول مثلا بالمستوى اللي الاهلي فيه انا اتوقع 3-1 بس، خلينا نشوف. باذن الله خير. انا توقعاتي اوقات بتصدق يعني. نشوف لو ممكن 2-0. 2-0 برضه، خلاص هنيجي يوم الاحد نشوف مين كان صح. اشكرك جدا دكتور محمود. تقولوا لنا والله توقعاتكم برضه، يعني احنا بقالنا فتره ما عملناش التوقعات، خلينا نقول كده. بس انا حاسه بالمستوى بجد اللي الحمد لله حد هذه اللحظه الاهلي مفرحنا، ومش بس مفرحنا، هو زي ما تقولوا كده رجع مره ثانيه، يعني رد لينا مره ثانيه. فنتمنى ان شاء الله النهارده يكون مكسب بنبني عليه اكتر، بنبني عليه ثقه اكتر، بنبني عليه يعني تالق اكتر. بجد اللعيبه بتاعتنا ظاهره في افضل صوره، او دي الصوره اللي احنا نعرفها بمعنى اصح. انا قلت لحضراتكم الكلام ده احنا الموسم اللي فات ونهايته تحديدا،
كنا بنشوف اللعيبه مين دول، يعني كنا بجد بنشوف اللعيبه بتلعب. هو ده حسين الشحات يا جماعه، هو ده علي معلول يا جماعه، هو ده الشناوي يا جماعه. انا قلت الكلام ده قبل كده، بس الحمد لله احنا ليه بنقوله؟ علشان تاني وانا هفكر حضراتكم بالكلام ده، قلناه انا وكريم، احنا ممكن او دي حال الكبير ممكن يتعثر، لكن لما بيتعثر سرعان ما بيعود مره تانية يقف على رجليه لان هو كبير. فاحنا كده حال النادي الاهلي، معلش تعثر زي كل انديه العالم بتحصل، شفناها تاني. مش هقعد اقارن نفسي او اقارن نفسنا بانديه عالميه كبيره جدا متعثره حاليا بالمناسبه في اللحظه اللي انا بكلم حضراتكم فيها دي، لكن تاني انت بترجع تقف على رجليك بعد قد ايه؟ هو ده حال الكبير. فحتى لو كنا شفنا ده في نص موسم تحديدا، دلوقتي اللعيبه بتاعتنا بترد الجميل تاني او بترد الهيبه تاني او بتورينا روح الاهلي على الملعب مره تانيه وبتقول لنا احنا رجعنا. ففكره هنا ان الواحد يكون حزين او زعلان راحت خلاص، هم قدروا ان هم يخلوا كل ده يتنسي ويعوضوا الجماهير ويكونوا عند حسن ظننا. وبصراحه لحد هذه اللحظه، ولو ان انا مش من الناس ابدا اللي بقتنع ان اودي حكم بسرعه على اي مدير فني بيجي، انا من المدرسه دي، انا بتبنى الفكر ده جدا. حتى موسيماني لما جه وكسبنا معاه في البدايه اكتر من مباراه وحقق انجازات كبيره جدا، كانت استكمال طبعا لفايلر، بس هو بنى على هذا النجاح. انا برضو ما كنتش من الناس اللي حكمت على موسيماني من الاول ان هو كويس، بس هو بعد كده اثبت ان هو واحد من اروع المديرين الفنيين اكيد. لكن بصراحه مع مارسيل كولر هذا الرجل، لان انا بحكم على الناس من البدايه، الرجل ده من ساعه ما جه مطار القاهره وهو بجد تحس شخصيه عارفة هي بتعمل ايه كويس قوي. هذا الفكر بقى السويسري، هو الراجل جاي عارف بيعمل ايه كويس قوي من دي 1. فانا متفائلة بيه جدا، او انا من الناس المتفائلة بيه جدا. يا رب نبني على ده واللي جاي كله يكون احلى، زي ما اتقال ده انا بحب اقول اللي جاي احلى. خلينا نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم. نروح بحضراتكم مرة كمان، وخلينا دلوقتي نروح لدوري ابطال اوروبا. وامبارح اللي تابع الماتش فعلا محمد صلاح قدم مباراة رائعة، مش هقول ليفربول، هقول محمد صلاح قدم مباراة رائعة مع فريقه ضد نابولي. طبعا لا ماتش ولا أروع، الواحد بيستمتع فعلا هو بيتفرج على دوري أبطال أوروبا، يعني التاكتكس واللعب والباصات لا حاجة انتوا عارفين بقى، مش هكمل. بس المهم اللي يهمني في الخبر ده ان محمد صلاح سجل هدف، وبكده لو احنا هنتكلم تاني بلغه الارقام هو تصدر قائمه هدافين دوري الابطال لغايه هذه اللحظه برصيد 7 اهداف، يعني بفارق هنا هدف واحد عن مبابي طبعا نجم باريس سان جيرمان. طيب الحقيقه اللي انا عايز اقوله ان رغم ان طبعا زي ما احنا برضو عارفين ليفربول بيقدم أسوأ مواسمه في يعني في الدوري الإنجليزي، للأسف الشديد إن الواحد طالع بيقول كده، بس هو فعلا موسم سيء جدا على ليفربول ده من جهة، بس على الصعيد الآخر صلاح مخلي الفريق فعلا في حتة تانية في دوري الأبطال، ده برضو بلغة الأرقام. فاللي يجي يقول لك صلاح ماله ومش عارف إيه، لا صلاح ملوش، صلاح لحد دلوقتي أرقامه رائعة حقيقي رائعة. لكن ليفربول عادي زي ما كنا بنتكلم بيحصل هذا الدروب، او بتحصل ان في انديه بتبقى واخده ان هي بتمتع جماهيرها ان هي بتحصل على رانكينجز معينه وبعد كده بيحصل لها دروب موسم او اثنين او غيره، بتحصل. يعني شفنا ده مع ليفربول، شفنا ده مع مانشستر يونايتد، شفنا ده كمان مع باريس سان جيرمان في بداياته ما كانش موفق تماما، رغم كل هذه النجوم اللي بيجمعهم لكن ما كانش موفق تماما. دلوقتي ممكن الوضع شويه اختلف مع بي اس جي، لكن قبل كده لا. فبتحصل، شفنا برشلونه اكبر مثال يعني. على كل حال ده يسعدنا، تاني هرجع اقول ارقام صلاح ارقام محترمه جدا، وتاني اللي يرجع يفضل يقول لك مال صلاح مال صلاح، لا صلاح ملوش، صلاح دلوقتي مقدم شغل محترم جدا وبلغه الارقام. تعالوا بقى نروح مع حضراتكم دلوقتي ونطمن زي ما احنا متعودين على اخبار النادي الاهلي والفرق المختلفه. هتكون معانا سالا حامد من مقر النادي الاهلي بالجزيره. سالا بونجور، صباح الخير وسامعينك، اتفضلي. صباح الخير يا نهاوند، وطبعا برحب بيكي وبرحب بكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي، وزي ما انت قلتي يا نهاوند يعني حاليا انا متواجده وكلنا متواجدين، يعني طبعا فريق العمل لقناه الاهلي متواجدين داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان ننقل لكم ابرز الاخبار والامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الا الرياضيه. ويمكن خليني ابتدي معاك يا نهاوند النهارده باخبار يعني جميع الالعاب الاخرى، وكتيبه كره السله مستر اوجستي بوش المدير الفني الاسباني للفريق الاول لكره السله رجال، يمكن النهارده ان شاء الله يعني هيبداوا تحدي جديد في بطوله الدوري المرتبط. يمكن الايام اللي ماضيه كانوا بيواصلوا التدريبات يا نهاوند بشكل طبيعي على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي، ويمكن يعني من يومين ثلاثه يخلصوا او انتهوا من الدوره المجمعه الثانيه من بطوله الدوري المرتبط، ويمكن كان فيها 3 مباريات اقيمت في مدينه الاسكندريه يعني على صالة نادي سموحة،
وصاله نادي سبورتنج. يمكن ثلاث مباريات كانت امام نادي دسوق، نادي سموحه، ونادي طلائع الجيش. ويمكن يعني رجال كره السله حققوا الفوز في جميع المباريات في الثلاث مباريات دول، يعني سواء امام دسوق اول مباراه او ثاني مباراه امام نادي طلائع الجيش، وثالث مباراه امام نادي سموحه. يمكن النهارده ان شاء الله رجال كره السله هيبداوا بقى المرحله الجديده والثانيه من بطوله الدوري المرتبط، وهي دور ال 16 النهارده ان شاء الله امام نادي هليوبلس. المباراه الاول هتكون الساعه 4 مع فريق المرتبط او يعني الفريق 16 سنه لكره السله، وبعد كده الساعه 6 هيكون الفريق الاول لكره السله المباراه مع نادي هليوبلس، واللي هتقام النهارده ان شاء الله على صاله امير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. ده بالنسبه لرجال كره السله. النهارده كمان سيدات كره السله تحت قياده الكابتن طارق خيري عندهم المباراه الثانيه، مباراه الاياب من دور الثمانيه من بطوله الدوري المرتبط هنا هوند، واللي هتقام على مركز شباب الجزيره مع نادي مصر للتامين. برده هيكون نفس النظام، الساعة 4 هتكون المباراة اللي بالنسبة لفريق المرتبط سيدات، والساعة 6 هتكون مباراة الفريق الأول لكرة السلة سيدات. ده بالنسبة لقطاع كرة السلة داخل النادي الأهلي. خليني بقى أروح للكرة الطايرة، ويمكن يعني خلاص نهاوندا يعني أيام معدودة وبتفصلنا عن بداية الموسم بالنسبة لرجال كرة الطايرة تحت قيادة الكابتن ناميدو مسلحي. يعني يمكن خلاص الموسم يبتدي بالنسبة لهم كمان 3 أيام، وهتكون أول بطولة إن شاء الله يعني بطولة الدوري المصري لكرة الطايرة. أول مباراة هتكون مع نادي بنها، والمباراه دي هتكون بالنسبه لرجال كره الطايره. يمكن رجال كره الطايره يعني مستعدين بشكل كامل لخوض المباريات في بطوله الدوري. يمكن كان عندهم مباراه وديه اول امبارح مع نادي طلائع الجيش، وانتهت بفوز النادي الاهلي بثلاث اشواط مقابل شوط واحد نتيجه 3-1. يمكن خلاص يعني رجال كره الطايره ان شاء الله مستعدين بشكل قوي لمباراه اول مباريات في بطوله الدوري. كمان مش بس يعني رجال كره الطايره، كمان سيدات كره الطايره تحت قياده الكابتن حمدي الصافي ان شاء الله يعني يوم 7 من الشهر اللي جاري هيبتدوا برده اول مباريات في بطولة الدوري، وإن شاء الله أول مباراة هتكون مع نادي الزهور، واللي هتقام على صالة نادي الزهور إن شاء الله. وتاني مباراة هتكون يوم 11/11، ودي هتكون مباراة النادي الأهلي مع نادي الزمالك، واللي هتقام إن شاء الله على صالة أمير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. كمان رجال كرة اليد النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 4، وبكرة وبعده يعني بيلعبوا بنظام يوم خميس وجمعة من كل أسبوع مبارياتهم في بطولة دوري المحترفين لكرة اليد. إن شاء الله يوم الخميس هتكون مباراتهم مع نادي الطيران، ويوم الجمعة هتكون مع نادي الزهور. مباراة الزهور هتقام على صالة نادي الزهور، ومباراة نادي الطيران هتقام على صالة نادي الإنتاج الحربي. استكمالا لجميع اخبارنا النهارده نهاوند، خليني كمان اقول لك انه يعني اعلن الكابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي تجديد يعني عقود العديد من اللاعبين، سواء في الكره في العاب عفوا القوه او يعني لعبه تنس الطاوله. في لعبه تنس الطاوله يمكن تم تجديد يعني عقد الثنائي شادي مجدي وعمر بدير. يمكن طبعا العقود دي يعني امتدت لمده 4 مواسم متتاليه. كمان محمد مجدي حمزه في الالعاب القوه مد عقده يعني ل4 سنوات متتاليه. فيمكن يعني اعلن الكابتن خالد العوضي امبارح عن تجديد عقود يعني كل اللعيبه دي اللي تعتبر من العناصر المهمه سواء في لعبه تنس الطاوله او الالعاب الاخرى. كمان النهارده ان شاء الله فريق 2003 قطاع الناشئين لكره القدم النهارده عندهم مباراه مع نادي ام بي، واللي هتقام ان شاء الله النهارده الساعه 2:30 على ملاعب يعني الكره في فرع نادي الاهلي بمدينه النصر. طبعا بتمنى لهم التوفيق، وبتمنى التوفيق لكل الفرق الرياضيه النهارده يعني اللي عندهم مباريات سواء في كره السله او في قطاع الناشئين، وطبعا الفريق الاول لكره القدم اللي عندهم مباراه النهارده مهمه مع نادي الداخليه، واللي هتقام ان شاء الله في تمام الساعه 5 مساء على ملعب استاد الجيش الجديد ان شاء الله، اللي هتكون النهارده طبعا الجوله الثالثه من بطوله الدوري الممتاز لكره القدم. يمكن دي انا هوند كانت كل اخبارنا النهارده المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكي لو في اي سؤال، والان العوده مره اخرى للاستوديو. الكلمه ليكي طبعا يا نهاوند، تفضلي. لا يا سهلا، انا بشكرك جدا على التغطيه الاكثر من رائعه كالعاده، وانا شايفه النادي يعني في الخلفيه وراكي زحمه، فواضح ان في برضو اقبال كبير من قبل الاعضاء. النهارده بنتكلم يوم الاربعاء، بس واضح ان حتى لو انتصف الاسبوع النادي لا يخلو من الاعضاء، وشايفه برضو اعمار مختلفه، اكيد دي حاجه يعني جميله. بشكرك جدا زميلتنا العزيزه سهلا حامد. طيب خلينا بقى نروح، وبعد التمرين ده هنتابعه ونروح فاصل عشان نستقبل بقى كابتن حشيش ونجم الاهلي السابق، ونتكلم بكل بقى التفاصيل والمستجدات والكواليس وكل حاجه تهم حضراتكم يعني خاصه بماتش النهارده باذن الله. بس خلينا نروح الاول نتابع تمارين جديده مع كابتن محمود فوكس مدير جيم الرجال في النادي الاهلي بالجزيره في هذا التقرير. فاصل وبعد كده نرجع نكمل.
صباح الخير كريم، صباح الخير نهوان، صباح الخير جماهير نادي الاهلي العظام، صباح الخير جميع اعضاء نادي الاهلي بجميع فروعه. نتمنى لكم الصحه والسعاده دايما يا رب، وربنا يحفظكم من اي شر. النهارده يا جماعه معانا موضوع مهم جدا، وهي زي ما نقول كده قضيه كونيه عندنا في الجيمات معظمنا ومعظم المدربين بيشوفوها بيحاولوا يصلحوها طبعا لجميع اعضاء اي جيمات، وهي الاخطاء الشائعه اثناء التمرين. النهارده اخترت لكم تمرينين هنتكلم فيهم مهمين جدا، لان هم من التمارين الكومبليكيتد، اي من التمارين المركبه المعقده اللي بتستخدم كذا عضله في تمرين واحد. اول تمرين هنتكلم فيه مع بعض هو التمرين السكوات اللي هو الدفع الكرفصاء يعني. طب احنا اولا بسم الله الرحمن الرحيم في التمرين دوت لما بنيجي نعلمه لاي حد بيجنر او مبتدئ بنحاول دايما نوقفه صح قبل ما يبدا التمرين. طيب احنا اول حاجه الناس اللي بتقفل رجليها بمستوى اقل من مستوى كتفها ده بيبقى غلط. لا، لازم اقف فتح رجلي بمستوى كتفي. ليه؟ لان ده بيدي بالانس ضد الجاذبيه الارضيه. ازاي بيدي بالانس؟ ان انا حتى وانا بلعب وشال تقل ما اروحش يمين او شمال، وده بيخليني العب باداء فعلا بيبقى اداء اصح وبيبقى اداء صحيح، وبالتالي بيبقى نتيجته على عضلات سليمه بدون اي اصابات. طب دي رقم واحد. تاني حاجه لما باجي انزل بالجلوتس او المقعده ناخدها بالمقطع العقدي واقف بمستوى كتفي زي ما اتفقنا، بحط البار، وده طبعا هنشوفه دلوقتي عملي، بحط البار وبحاول انزل الجلوتس ركبتي ما تسبقش القدمين، بنزل زي في الوضع دوت زاويه 90 ركبتي مفتوحه لبره وركبه في نفس الوقت ما بتسبقش القدمين، طالع ولما اجي اطلع ما فردش ركبتي اعمل لركبتي بلوك. لا غلط، لازم اعمل سوفت للركبه او اللي هو انلوك، ما اقفلهاش قوي، لان انا بقفلها كده مع الوزن بتعمل التهاب للاربطه، وده بالتالي ممكن يحصل خشونه لا قدر الله او قطع في الاربطه او غضروف. فبالتالي لما باجي انزل زاويه 90 اقف سوفت وظهري مفرود، بطني مهمه جدا انها تبقى مشدوده، اطلع. ده الاداء الصحيح بتاع السكوات. طيب الناس اللي كانت بتلعب غلط هنشوف بقى الغلط كان بيتلعب ازاي. بقفل رجلي وانزل، ده يا جماعه سكوات غلط جدا. تعالوا بقى نشوف مع البار انها كانت بتلعب غلط ازاي. طبعا البار رقم واحد انا هقف بظهري، ما ينفعش احطه على رقبتي. الناس اللي بتلعب سكوات تحطه على رقبتي ده غلط جدا. ليه؟ لانك بتحطه على منطقه حساسه جدا، هو العمود الفقري، الفقرات العنقيه، وده بيعمل التهاب او ممكن لا قدر الله لو الوزن تقيل يحصل لك كسر في الفقرات العنقيه. طيب بحط البار فين يا كابتن؟ في حاجه كده بلغه الجيمات اسمها المخده، اللي هي منطقه الترابيزيوس اللي هي عضلات الترابيس. دي بتستحمل اي وزن ممكن تحطه في المنطقه اللي انا حاططها دي، اللي هي ما بين الترابيزيوس والكتف الديلتويد اللي هو الكتف الخلفي. طيب دي منطقه البار بتحط فين؟ طيب اقف ازاي بقى وانزل ازاي بعمل ايه بالبار؟ اهو زي ما احنا اتفقنا، رجلي مفتوحه بتبص لقدام، رجلي مفتوحه بمستوى كتفي وبطني مشدوده وظهري مفرود. دول ستينز لورا واحد، ركبتي بتبقى سوفت زي ما اتفقنا. اثنين، ما بفرش ركبتي قوي. ثلاثة، نظري للأمام، بطني مشدودة. أربعة، خمسة، ستة، ده بيشتغل يا جماعة على العضلات الأمامية والخلفية. سبعة، للفخدة طبعا زي ما احنا عارفين. ثمانية، تسعة، عشر. طبعا احنا بنشوف اصابات مهوله بسبب التمرين ده بيتلعب غلط، وبسبب طبعا ان الناس مش عارفه ايه الاداء الصح. البار بيتحط فين؟ بطني مشدوده ولا لا؟ ظهري متني ولا مفرود؟ ركبتي ازاي وضعها؟ رجلي واقفه ازاي؟ فاتح ولا قافل رجلي؟ ده بيخلينا دايما بنتمرن تمرين ضغط، وده من اخطر التمارين اللي موجوده في الجيمات، اللي لو ما كانش اتلعب صح هتحصل لي مشكله كبيره جدا بسبب. فبالتالي يا رب اكون وصلت لكم التمرين ده الصح ازاي بتاعه والغلط برضه ازاي، عشان الفتره اللي جايه في الجيم نبدا نتفادى الغلط دوت ونلعبها بطريقه صحيحه. التمرين الاخير الثاني معانا تمرين الديد ليفت اللي هو الدفعه او الرفعه الميته. برضه قاعده عندي، لازم رجلي بمستوى كتفي واقفه، باص قدامي ماسك البار بمستوى كتفي، مش عايز امسكه واسع قوي عشان ابقى كنترول على البار، او ضيق برضه عشان ابقى كنترول على البار، لا ابقى ماسكه بمستوى كتفي، رجلي بمستوى كتفي واقف كده، برضه رجليه متنيه شويه والبار ما يبعدش عن رجلي. في ناس يا جماعه بتلعب البار كده، لا غلط، البار يكون ملامس لرجلي. ليه؟ لان عشان اكون كنترول عليه اكتر حاجه، وفي نفس الوقت يبقى ماشي مع الجاذبيه الارضيه صح وما ياثرش على اللور باك اللي هي القطنيه بتاعتي. بتني رجليه سنه بسيطه واقف. مفيش حاجه يا جماعه اسمها ديد ليفت كده، غلط. مفيش حاجه اسمها يا جماعه ديد ليفت كده،
غلط. لا الضيف ديت لسه صحيح اهو. واحد بنزل لحد هنا بس زاوية 90. اثنين. ثلاثة. أربعة. خمسة. ستة. سبعة. ثمانية. تسعة. عشر. تنيت رجلي ليه؟ مفصل الركبة أنا تنيته ليه برضو معلومة لحضراتكم. أولاً أنا عزلت رجلين خالص عن الموضوع، أنا بحاول أشغل القطنية بس في نفس الوقت يا جماعة معلومة ليكم، الهامسترنج شغالة معايا؟ الهامسترنج اللي هي العضلة الخلفية للرجلين شغالة معايا، ده ما يمنعش. وعايز أقول لكم الديد ليفت أصلاً من التمارين اللي بتتمرن عضلة العضلة الخلفية للرجلين، بس في نفس الوقت بشغل برضو القطنية اللي هي المنطقة السفلية من الظهر، فلازم طبعاً نشتغل صح ونقف صح قبل ما نعمل أي حاجة في أي تمرين، لأن الوقفة دي هي اللي تخليني بالتالي أتمرن التمرين صح. فدول كانوا اكتر تمرينين احنا بنشوفهم الفتره اللي فاتت بيتلعبوا غلط، ويا رب اكون عرفت اوصل لكم التمرينه الصح بتاعتهم عشان يفضيكم من اي اصابات. يا رب يحفظكم دايما يا رب. والنهارده كنت مع كابتن محمود فوكس مع النادي الاهلي، مع الف سلامه. طيب زي ما انا اتكلمت في بدايه الحلقه وكلمنا وقلنا ان احنا الحمد لله لحد دلوقتي ماشيين بخطوه سليمه جدا، لكن برضو لازم كده يطلع لك مشكله، لازم حاجه تحصل. للاسف الشديد برضو عندك غيابات كل موسم، نقول يا رب الموسم ده ندخله من غير غيابات، يحصل غيابات يحصل اصابات للاسف الشديد يعني. واتكلمنا لكن ازاي بقى هيقدر كولر طبعا بهذا الفكر يعني السويسري المحترم جدا والمحترف الى حد كبير ان هو يعالج هذا الموقف. ودايما برضو عارفين يعني الكلمه الشهيره بتاعتنا الاهلي بمن حضر، احنا ما عندناش مشكله لكن حابين اكيد ان احنا نطمن. على كل حال هنتكلم في التفاصيل كلها، وكمان بالمناسبه زي ما كنت بقول لحضراتكم كولر نفسه طلع عنده برد. هنتكلم في كل ده، بس خلينا نرحب بكابتن محمد حشيش نجم الاهلي السابق. بونجور. صباح الفل، ازيك عامله ايه؟ صباح النصر، خلينا نقول كابتن حشيش و... صباح السوبر. الحمد لله الحمد لله. وقد كانت انا سعيده جدا، ضربه البدايه افريقيا عندك رائعه، ضربه صحيح. البدايه يعني محليا والدوري رائعه، وكمان اخذت السوبر الحمد لله. احنا ماشيين كده بخطى اكثر من موفقه، لكن لا يخلو الموضوع برضو من بعض الثغرات او المشاكل. عندك غيابات، عندك اصابات لعناصر اساسيه. مش عايزه اقول برضو عناصر اساسيه قوي او الجا للمصطلح ده، لكل عناصر بتاعتنا اساسيه، لكن برضو عناصر خلينا نقول يعني لها تأثيرها، أو خلينا نقول برضو لها تأويلها في الملعب. بتشوف إزاي ممكن بداية كده قبل نخش للتفاصيل كولر إن هو ممكن يعالج المشهد اللي احنا فيه حاليا؟ طبعا غياب ديانج، عندنا إصابات يعني عبد المنعم غيره. بصي، هو طبعا في البداية ببارك طبعا ليك ولجمهور النادي الأهلي كله على طبعا البطولة الغالية، ومفيش أحلى من كده في الدنيا إنك تبدأي موسم ببطوله طبعا، بطوله سوبر وقدام المنافس التقليدي، فدي حاجه بتفتح النفس وبتدي الثقه في الجميع اللي كان كله محتاجها، سواء جهاز فني، لعيبه، مجلس اداره، كل الناس الحقيقه بصراحه يعني. فدي بدايه مطمئنه. كولر طبعا بعد ماتش السوبر يعني قدم شهاده اعتماد عند جمهور النادي الاهلي، وبصراحه جانا ثمار الفتره الكبيره اللي هو قاعد فيها قافل على نفسه وقافل على اللعيبه وبيجهز اللعيبه وبيعرف اللعيبه، لانه ما يعرفش ان المده ضيقه خالص. لغى المعسكر الخارجي وعمل معسكر اليوم الكامل، قفل على الماتشات حتى الوديه، قفل حتى على قناه النادي الاهلي انها تذيع. بس على فكره احنا ما زعلناش طبعا، احنا كنا عايزين ده جدا. ده طبعا ركزوا، مش مهم أكيد. يعني اقفلوا على نفسكم في التدريبات والمعسكرات، بس ورونا بقى على الارض ايه اللي بيحصل. وقد كان صحيح صحيح. والحقيقه يعني الموضوع كل ده يعني جنينا ثماره، حتى في بدايه الموسم بقى اللي هي البطولة المحببة، بطولة الدوري الغايبة بقالها موسمين، بادئين الحمد لله كويس، شكل الفرقة كويس، حاسين ان ابتدى يبقى فيه تغيير. ماتش طبعا القمة والبطولة السوبر رجعت للنادي الأهلي الهيبة والشكل وشخصية النادي الأهلي، ودي حاجة مهمة جدا جدا. لو هنتكلم على بقى طبعا الحاجة اللي لا يخلو منها النادي الأهلي وهي الإصابات والغيابات،
فدي حاجه احنا تعودنا عليها من السنه اللي فاتت واللي قبلها. حاجه صعبه والله. بس يمكن السنه اللي فاتت كانت في مشكله. طبعا كان عدد كبير جدا. عندك فريق كامل كان مش موجود تقريبا. مستشفى النادي الاهلي طبعا لو فاكره. شيء صعب جدا. انما دلوقتي يعني بنحمد ربنا على كل حاجه، ونحمد ربنا ان في اصابات، وفي كمان البدائل اللي موجود. يعني الراجل الحقيقه عمل من كل مركز اكتر من لعيب. سكواد كامل متكامل بصراحه، اساسي وبدائل يعني او بدلاء. طبعا يعني ما فيش شك ان اي لعيب نهاوند بيغيب عن النادي الاهلي طبعا بيأثر في النادي الاهلي، لان كلهم نجوم وكلهم لعيبه ذات قيمه، فاي واحد غيابه بيأثر. بس زي ما بقول لك البديل عندنا امل كبير فيه. الراجل يعني شفناه في اول اختبار ليه، احنا ما كناش لسه عارفينه ومش قادرين نحكم عليه. اختباره الاولاني في السوبر، التشكيل والطريقه والاسلوب واللعيبه، وشفنا لعيبه كمان ارتقى بمستواها جدا جدا، غير طبعا المستوى بتاع الفرق ككل اللي لسه طبعا عدد ماتشات قليل. احنا لعبنا ماتشين افريقيا وماتشين دوري، ده لسه مش كافي عشان اللعيبه تجيب المستوى الفني بتاعها. في لعيبه احنا اتفاجئنا بيها، في لعيبه كانت يعني مش ظاهره خالص بقى لها سنتين، اتفاجئنا ان هي بتبقى موجوده وبتلعب كمان في غير اماكنها. لو اتكلم على كريم، لما دلوقتي بقى البديل الكفء اللي بينزل الشوط الثاني بيعمل الفارق، وجاب هدف الماتش اللي فات طبعا. وكان حاجه بصراحه مفاجاه للجميع. شفنا الانتدابات الجديده، سافيو عامل، حتى سافيو قدم مباراه رائعه وجول جميل، ورد على الكلام اللي ما كانش ليه اي لازمه اللي كان كتير. بيتقال قال لك دي صفقه مش عارف ايه يا جماعه دي طيب. طب ما تقعد ساكت بقى. هو وراهم بقى من خلال ساكت بقى، انا تعبت بقى منكم. من خلال مهاراته ومن خلال لمسته للكوره، باين طبعا جمهور الكوره الزواق عارف يقدر يحكم على اللعيب من اللمسات ومن الطريقه. وهدف طبعا عالمي اللي جابه، ولسه طبعا قدامه الكتير، احنا منتظرين منه الكتير. عوده المصابين اللي الناس برضو شككت فيهم زي بيرستاو، انا متاكد ان بيرستاو السنه دي ان شاء الله باذن الله هيعمل مباريات كويسه، وخصوصا ان هو دلوقتي عارف ان المنافس، يعني هو كان يعني في نهايه الموسم اللي فات كلام كتير الناس هتمشي، جاي لها عقود بره او بتدور على عقود بره عشان تمشي او لا، النادي الاهلي فكر كويس، ما جابش كم من اللعيبه، دعم بكم من اللعيبه، جاب في المراكز اللي هو محتاجها، في المراكز اللي محتاجها والعدد قليل. وبعدين ما هو ما تنسيش برضو الناس اللي كانت مصابه واصابات خطيره زي اكرم، وبقاله فتره كبيره ما بيلعبش، ما هو ده يعتبر تدعيم، يعتبر صفقه، ان يوصل بعد الاصابه القويه اللي اصعب اصابه ممكن تيجي للعيب كوره بعد تاهيله وكده، ونشوفه من ما شاء الله، الله اكبر، يعني من احسن اللعيبه في الملعب، اداء وقوه وسرعه، ومش خايف على رجله، برغم ان انت عارفه الطبيعي ان انت راجع من اصابه لازم تخافي او تكشي او لا، بالعكس من ارجل اللعيبه في الملعب، فده حاجه جديده بالنسبه له. وانا متاكد ان النهارده برضو هنشوف، والنهارده بالنسبه لكولر هو الاختبار الثاني اللي موجود في البطوله المحليه، ان نقص مره واحده اللعيبه ازاي يعمل التوليفه اللي هي تقدر النهارده تلعب المباراه. هو كولر تحس كل مباراه ليها يعني امتحان، صحيح، يعني مش بيلعب بالثبات، لا كل مباراه ليها ظروفها، والراجل عمال يخوض مع كل مباراه مع الاهلي امتحان مختلف، صحيح. يمكن ده على فكره لصالحه ولصالحنا، أيوه. ويمكن ده برضو بيشكل ضغط عليه، يعني ربما الاثنين، بس في الاول وفي الاخر ده بيثبت في النهايه، أيوه. لما بتبقى النتيجه لصالحنا قد ايه هذا الرجل كان اختيار موفق حقيقي. والنهارده عنده غيابات، انت عندك السولية وعندك معلول وعندك الشحات وعندك منعم وعندك ديانج، مراكز وحتى كولر عنده برد، فيعني عايزين نعرف الاول مين البديل بتاع كولر النهارده. فاهم ازاي؟ فلا الوضع النهارده شويه في تحدي كبير، بس انا متوقعه ان هو هيكون قدها بصراحه. هو راجل واضح ان عنده خبرات، يعني هوند كبيره، كمان في ميزه ان هو هادي، ما عندوش انفعالات قويه، ما بيتخضش، ودي مهمه جدا في الكوتش الكبير او في المدير الفني انه يبقى هادي، لان الكوره مليانه مفاجات ومليانه مواقف صعبه. واصعب حاجه زي النهارده مثلا ان انت عماله لسه من البدايه، ده ثالث ماتش في الدوري، فانت عماله يعني تغيري في تشكيل، ثبات التشكيل ده مهم، بس احيانا بيبقى غصب عنك زي النهارده، فازاي النهارده ان هو برضه يغير في اضيق الحدود
عشان برضو التغييرات الكتيرة بتخلق خلل شوية في الفرقة وعدم تجانس، فهو إزاي يبدل الأول من جوه قبل ما يبدل من بره. صح. وهنتكلم على التوقعات اللي ممكن يقدر يعملها الحقيقة النهاردة. فتحدي جديد في بداية جديدة. دايما كمان خلي بالك المباريات اللي بعد البطولات بتبقى صعبة قوي لأي فريق في الدنيا. أوكي. لو أعلى فريق في العالم واخد بطولة غصبا عنك بتفرحي والناس بتبارك لك وبتبقي في نشوة الانتصار، فعشان كده ما بيبقى في مباراة بعدها أيا كانت مع أي منافس سواء قوي أو ضعيف، بيبقى غصبا عنك أنت لسه في نشوة الفرحة زي ما بيقولوا. بس برغم مش قوي ده، احنا خلونا نحتفل نص يوم بس. مفيش لا والله العظيم مش في فين النشوه دي؟ لا فين النشوه؟ ده هي نص يوم قال لك خش على اللي جاي، والله ده يوم الثلاثيه ما عرفناش نفرح غير ساعه والله وقت البرنامج. ما هو يا كابتن حشيش هننسى. هو ده قدر النادي الاهلي. ان هو طبعا يعني بطوله من بطوله من بطوله. اه بصراحه يعني. والراجل حتى في تصريحاته قال انا عارف ان النادي الاهلي مش بتاع بطوله ويقعد عليها شويه زي بعض الفرق الثانيه، لا هو اي مباريات اي منافسه داخلها فهو عينه على البطوله. فهو جاي وعرف الكلام ده، واعتقد كمان ان خلي بالك ان المباراه اللي فاتت كان اول احتكاك مع جمهور النادي الاهلي. عرف بقى جمهور النادي على حقيقته، مالي طبعا المدرجات والاستاد هناك، وهو يا ريت يسمحوا لنا بس رابطه الانديه ان هي يبقى فيه اعداد جوه الاستادات والله بتاعتنا. احنا بننتظر ده بفارغ الصبر، الجماهير لا غنى عنها يعني. طبعا تاني طبعا. هنرجع نقوله حضرتك خير ما تقول لنا يعني اكيد وقت برضو الجيل بتاعكم قد ايه الجماهير بيبقى ليه تاثير في قلب نتيجه المباراه يعني مش ممكن. انا طول عمري دايما المقوله دي بقولها من زمان، ان النادي الاهلي وصل انه بقى نادي القرن بفضل الجمهور بتاعه. جمهورنا الحقيقه يعني كان داعم لينا، مش هقول لك في المباريات كمان وفي الاستاد، داعم لينا في التمرين. تخيلي اما تكوننا في التمرين سواء صبح سواء بالليل تلاقي الجمهور قاعد 3 4000 5000 واحد في استاد التتش صبح او ظهر او بالليل بيسافروا ورانا في اي حته. انت عارفه الانتقالات والمواصلات زمان كانت برضو صعبه، تخلينا نروح المنيا نلاقي جمهور النادي الاهلي. نروح هنا نروح هنا نروح هنا. كابتن حشيش انا كنت مره في النادي وكان في تمرين سكان ده من فتره في تمرين للفريق في التتش، فبيقفلوا طبعا زي ما حضرتك عارف طبعًا. بيقفلوا الملعب وانا كنت يعني خلاص لسه هطلع، بس كانوا قفلوا خلاص يعني ولسه التمرين هيبدا، فالجماهير قاعده يعني الناس قاعده من ورا الغطا طبعًا. بس عايزه يعمل كده بس ويشوف اي حاجه. يعني انت متخيل برضو ده دعم كبير، عمالين على فكره كانوا يشجعوا بتاع الناس موجوده في اي وقت وموجوده تحت اي ظروف، وكانت موجوده وانت فايز وكانت موجوده وانت في اضعف حالاتك. هو ده الدعم اللي احنا بنتكلم عنه. هو يعني ده نهاوند اللي بيخلي اللعيبه لعيبه النادي الاهلي هي دي روح الفانيلا الحمر طبعا. يعني هم بيستمدوا اللعيبه، احنا كنا بنستمد قوتنا وحماسنا ونقدر نتغلب على التعب بتاعنا من خلال الجمهور. ولما بنشوف الجمهور يعني لو اقول لك مواقف كثيره جدا جدا، مره مثلا كنا المنيا والصعيد كان زمان طبعا عشان تروحي وترجعي صعب طبعا. الناس ماشيه بعد بعد مباراه الاهلي والمنيا في المنيا من المنيا لغايه استاد التتش في النادي الاهلي ماشيين ورا الاتوبيس بالعربيات وطالعين بره الشبابيك. تخيلي المسافه دي كلها وممكن يكون في عز الشتاء كمان. ده حب، لازم اللعيب يقدر الحب ده أكيد. يقدر الناس اللي بتتعب، يقدر الناس كمان اللي امكانياتها صعبه وبتدفع من يعني اللحم الحي. لازم نيجي للنقطه دي. ده في ناس بتقسط، ده في ناس يعني بتعمل اكتر من كده بكتير. خلينا نرجع للنقطه دي بس اسمح لي الاول كابتن حشيش نروح عشان نتابع كواليس فريقنا قبل بقى مباراته امام الداخليه من فندق الاقامه دلوقتي مع مراسلنا العزيز محمد توفيق. يا توفيق بونجور، صباح الفل عليك. صباح الخير انا هوان، تحياتي ليكي والكابتن محمد حشيش وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. بص بقى توفيق، انا عايزه منك اول حاجه تطمنا عن حاله الطقس تطمنا عن طبعا استعدادات الفريق. احنا عندنا غيابات طبعا زي ما انت عارف وزي ما كنت بتتابعنا، عندنا غيابات واسماء طبعا يعني الى حد ما في مراكز مهمه واساسيه، وكنا عايزين برضو نطمن الوضع ازاي، عايزين نعرف برضو التدريب الاخير، عايزين نعرف منك برضو سير اليوم النهارده، يعني في اي برضو معلومه تفيدنا بيها. اتفضل يا توفيق.
اكيد طبعا هواد عارفك مهتم بالاجواء ودرجه الحراره فمجهز لكل دوت. عاوز اقول لك بس في البدايه ان احنا قاعدين في منتجع اكثر من رائع هنا في مدينه السويس الباسله على شاطئ قناه السويس مباشره. عاوز اقول لك ان هو يبعد عن استاد المباراه استاد السويس الجديد يعني خطوات، بمجرد ما تعدي الشارع بس ما بين المنتجع والاستاد تكون جوه الاستاد باذن الله، فده حاجه حلوه جدا واختيار اكثر من رائع من اداره الكوره بالنادي الاهلي طبعا برئاسه الكابتن سيد عبد الحفيظ. عاوز اقول لك ان الجو هنا اكثر من رائع، خريفي معتدل، درجه الحراره لا تتعدى ال 20 درجه مئويه، الشمس يمكن موجوده لكن درجه الحراره كويسه جدا، ان شاء الله تستمر درجه الحراره والاجواء فيما يخص الجو حتى بدايه المباراه ان شاء الله في تمام الخامسه مساء بشكل اكثر من رائع عشان تساعد فريق النادي الاهلي على اداء مباراه قويه باذن الله. زي ما اتكلمت يمكن عندنا غيابات كتير جدا طبعا، ابرزها المدير الفني مستر مارسيل كولر طبعا بسبب نزله برد، ولكن ان شاء الله هيكون موجود في المباراه ويقود الفريق باذن الله من على دكه البدلاء مساء اليوم باذن الله. كمان علي معلول وحسين الشحات طبعا برضو الاصابه بنزله برد، عمرو سليه شد خف الاماميه، اليو ديانج شد في الخلفيه، ومحمد عبد المنعم طبعا بسبب اجراء جراحه في الانف، ورامي ربيعه بسبب الام الضلوع، وطاهر محمد طاهر للايقاف للمباراه الثانيه على التوالي. طبعا الفريق يمكن على طول اول ما رجع من الامارات المتحده عقب مباراه السوبر على طول كان في تدريب يوم السبت، يمكن الحد بس للفريق خد اجازه 24 ساعه يوم الاثنين للفريق واصل تدريباته صباحا، وبالامس الثلاثاء في الثالثه عصرا كان التدريب الاخير لفريق النادي الاهلي استعدادا للملاقات الداخليه اليوم ان شاء الله في الاسبوع الثالث. يمكن الجهاز الفني بدا التدريب بتدريب في الجيم لمده 30 دقيقه، ومن بعد على طول اتحول التمرين لارض ملعب مختار التتش، وبعد التدريبات الفنيه والمتخصصه في الفنيات والكره. يمكن كابتن سيد عبد الحفيظ كان حريص قبل بدايه التمران على الاجتماع مع اللاعبين والحديث عن الفتره المقبله باذن الله بدايه من مباراه الداخليه والعوده لمنافسات الدوري المحلي، وان احنا خلاص الفريق من اول يوم على طول يا نهاوند فصل ما بين بطوله السوبر اللي توج بقى للمره ال 12 وما بين مشواره في بطوله الدوري اللي ان شاء الله النهارده تكون خطوه من خطوات كبيره جدا ان شاء الله لاستعاده اللقب المحبب لجماهير النادي الاهلي والحصول على اللقب الثالث والاربعين لبطوله الدوري. من بعد المران على طول كان اعلان قائمه من 22 لاعب سافرت مباشره لهنا لمحافظه السويس ودخلت في معسكر مغلق منذ ليله امس. يمكن النهارده بقى المعسكر بادئ بدري جدا في 9:30 صباحا كانت وجبه الافطار، وان شاء الله وبعديها على طول تلاها بقى زي ما اتعودنا مع مارسيل كولر كده ان بقى فيه في 10:30 كده فتره اكتيفيشن او فتره زي ما بنقول كده فك عضلات وتدريب خفيف في يوم المباراه عشان اللاعبين ما يكونوش يعني اخذوا فتره كبيره جدا من الراحه تعدي ال 24 ساعه. فدايما زي ما اتعودنا مع مستر كولر كده ان دايما بيبقى في تدريب صباحي خفيف جدا في فندق الاقامه لا يتعدى ال 15 دقيقه. ان شاء الله وجبه الغداء هتكون في تمام 1:30 والمحاضره هتكون في تمام 3:00، ومن بعدها على طول التحرك لملعب المباراه زي ما قلت لك يعني تقريبا على طول بالباص، مش هتكمل 5 دقائق يعني المنتجع على طول مقابل للاستاد. طبعا لا يتبقى الا التوفيق والدعاء لجماهير من كل جماهير النادي الاهلي ان شاء الله للفريق بالتوفيق النهارده والحصول على العلامه الكامله والنقطه التاسعه باذن الله من 3 مواجهه على التوالي. كل التوفيق للنادي الاهلي ويبقى دائما النادي الاهلي في المقدمه. كلمه ليك اتفضلي. ان شاء الله طبعا يا توفيق، ده الدعاء هيدعي النهارده يمكن مليون وشويه اهلاوي باذن الله يعني. لكن زي ما احنا اتكلمنا وزي ما انت وضحت لنا كمان احنا عندنا ظروف النهارده شويه صعبه، عشان كده هنرجع نقول كل مباراه بتلعبها بظروفها، ما فيش حاجه اسمها مباراه سهله ومباراه صعبه والثلاث نقاط في جيبي، الكلام ده غير وارد تماما، خصوصا ان انت بتلعب برده فرقه ثقيله، فرقه اتعادلت قبل كده في المباراتين اللي فاتوا، عندها دافع كبير جدا ان هي تقدم النهارده شغل ولعب محترم جدا وفي تنافسيه مع النادي الاهلي. كابتن رضا برده شحاته اكيد عايز ونفسه ان هو يعني يقدم الجديد مع الداخليه النهارده، فاكيد هتكون مباراه ممتعه. نتمنى التوفيق للنادي الاهلي رغم كل الصعوبات اللي بتواجهنا تحديدا في الغيابات او الاصابات. عايز اروح معاك لنقطه اخيره برضو يا توفيق وتطمنا عن الملعب. المفروض طبعا ملعب السويس الجديد ده ملعب دلوقتي ممتاز جدا وتم تطويره كمان مؤخرا بشكل محترم جدا، خلينا نعرف منك برضو عن اجواء الملعب اكتر، وهل هيبقى في حضور جماهيري اصلا ولا لا؟ خلينا نعرف منك، اتفضل. يعني خلينا نتكلم عن الملعب زي ما اتكلمت، يمكن استاد السويس الجديد استاد اكثر من رائع، تم تطويره اكثر من مره طبعا، اخرهم كان خلال استضافه كاس الامم الافريقيه في مصر هنا منذ 3 اعوام. عاوز اقول لك ان فريق الداخليه يعني كان اختياره السنه دي للملعب النهارده النادي الاهلي هو ضيف على الداخليه، كان اختياره الملعب يمكن لعب اول مباراه امام الاتحاد السكندري، اول مباراه كانت امام طلائع الجيش هنا في السويس والاستاد ظهر بشكل اكثر من رائع. عاوز اقول لك بقى كابتن محمد حشيش كمان يفيدك في المعلومه دي وياكدها، هو استاد السويس رائع جدا بس دايما في مشكله طول عمر استاد السويس ان النجيله بتاعته تقيله شويه. طبعا ده
اللعيبه بتتغلب عليه برش الملعب يعني قبل المباراه. فطبعا لعيبه الاهلي متعوده، خاصه ان كان في بعض الفترات المباريات الافريقيه للنادي الاهلي كانت منقوله على ملعب استاد السويس الجديد اللي هيبقى ملعب المباراه النهارده. فطبعا لعيبه النادي الاهلي متعوده وعارفين دايما ان استاد ارضيه ملعب استاد السويس دايما تقيله شويه. فطبعا ده اللعيبه بخبراتها ورش الملعب قبل المباراه طبعا بيفرق كتير جدا في التعامل معاه. اما بخصوص الحضور الجماهيري يعني ان شاء الله النهارده عارفين طبعا وكابتن محمد حشيش اكيد سافر كل المحافظات، جمهور السويس كبير جدا منه اهلاويه وان شاء الله هيبقى في عدد كبير جدا في المباراه النهارده. طبعا هو المخصص لكل فريق 3000 متفرج ان شاء الله. حصه النادي الاهلي كامله تكون موجوده النهارده في الملعب وجمهور النادي الاهلي يكون موجود وبيحتفل مع فريقه باذن الله بالفوز النهارده وكمان بالفوز ببطوله السوبر. فدي تكون ان شاء الله اول مباراه بقى بجمهور الاهلي هنا في مصر باذن الله، ويكون حضور اكثر من رائع. ونستنى ان شاء الله مساندتهم في المباراه، وزي ما قلت لك لا يتبقى الا دعاء الملايين من جماهير النادي الاهلي، والتوفيق باذن الله يكون مع الفريق ان شاء الله. انا هو انت توفيق، ترجعوا لنا منصورين ومنتصرين زي العاده. شكرا ليك زميلي العزيز، وبنتمنى يعني الشفاء اكيد العاجل للاعبتنا المصابه ولاعبتنا اللي عندها غيابات، وطبعا لمديرنا الفني مستر كولر اكيد يعني في يمكن توقيت صعب برضو. الواحد عارف يقول لك يعني ما بنعترضش على العيا، بس اوقات كده تحس مش وقته بس طبعا ربنا يشفيهم باذن الله. وكويس ان هو طمنا ان هو هيكون موجود حتى هيدير المباراه من دكه البدلاء، وجوده اكيد مهم جدا. نرجع بقى للنقطه سريعا بتاعه الجماهير والنوستالجيا مع كابتن حشيش بقى. طبعا الجمهور النادي الاهلي يعني شايفين هو بيقول الجمهور النادي الاهلي والسويس وفيز، يعني ما تقلقيش على النادي الاهلي في اي مكان سواء داخل مصر او خارج مصر. احنا شفنا اي حته يعني الشهر اللي فات ده نهاوند كان فرق النادي الاهلي كلها في الدول العربيه، في حد في الكويت وفي حد في السعوديه وفي حد في الامارات، شفنا المدرجات كلها مليانه سواء سله طايره قدم. جمهور النادي الاهلي كبير وفي كل مكان ان شاء الله. بس النهارده طبعا الناس هتروح حتى لو مش عدد كويس 3000، حتى لو يعني مش من اهل السويس هتلاقي ناس من القاهره راحه طبعا تشجع وتتفرج. هي الفكره بس افتحوا الابواب يا جماعه للناس. جمهور النادي الاهلي كبير، عنصر من عناصر قوه النادي الاهلي. ازاي النادي الاهلي يعني بيتكلموا في بعض الاحيان عن بعض المشاكل، اشمعنى فلان الفلاني ما بيلعبش على ارضه، اشمعنى النادي ده ما بيلعبش. طب ما هو النادي الاهلي يا جماعه الاهم من الملعب الجمهور، بيلعب من غير جمهوره صحيح. لان الفرق الثانيه كلها يعني مع احترامي الكامل ليها بس يعني جمهورها مش بحجم جمهور النادي الاهلي، ومش مش بتاثير جمهور النادي الاهلي على النادي الاهلي. فهو النادي الاهلي برضو يعتبر النادي الوحيد اللي محروم من جمهوره، جمهوره الكبير، لان جمهور 2000 و5000 ده بالنسبه للنادي الاهلي ده مش جمهور ده كده يعني ده مثلا 5 أعضاء النادي مثلا ولا حاجه يعني طبعا. فزي انا بقول لك والله احنا كنا زمان واحنا بنلعب في استاد القاهره كنا اول ما بننزل على اوضه اللبس بنبص كده من ورا الستائر على المدرجات، لو لقينا مثلا 40 50 ألف بنقول النهارده قليل يا جماعه، النهارده معرفش الجمهور في حاجه النهارده في حاجه في مناسبه ثانيه في حاجه فعلا دي حقيقه يعني متعودين تخلي استاد القاهره اللي شوفي بياخد كام الف متعودين على طول نبقى موجود. بص يا كابتن حشيش هنرجع نقول تاني احنا مش فريق او نادي وجماهير، هي عيله الاهلي. صحيح عيله الاهلي. شوف حضراتكم هاشتاج عيله الاهلي ده عليه كام مليون. على كل حال لسه كلامنا مع كابتن حشيش ما خلصش، هنروح فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. دقايق والفقره دي تخلص، لكن قدامنا لسه تقريبا كام ساعه بتفصلنا عن مباراه الاهلي والداخليه، فعايزين في خلال الدقايق دي بقى نحاول نلم كده الدنيا لغايه ان شاء الله موعد المباراه، وباذن الله باذن الله تكون مباراه يعني تليق بالنادي الاهلي اداء ونتيجه. خلينا نروح مع حضرتك بقى نتكلم في الفنيات شويه كابتن حشيش، وانا عايزه اروح لكولر تحديدا لان تصريحاته بحبها، يعني من الناس اللي بحب قوي فكر هذا الرجل وفكره وهدوء يا خبر ابيض. انا شفت كولر، كلنا شفنا كولر في ماتش السوبر الراجل واقف ثابت يعني مهما حصل. احنا بنبقى كنا في البيوت بنغلي شوكولاته السويسري الجميله لا ساعات سويسري مظبوط اقول لا بس بجد راجل ثابت صحيح. وعلى فكره الثبات ده مش ضعف، الثبات ده طبعا بيدي ثقه، يعني الراجل فاهم. وحتى لو يعني شوطه كده عدت او باس كان مش حلو او جول ما يعني ما دخلش، لا بس انت بتتكلم ان الراجل ده واثق ان الفريق على طول ثقه وقوه. فدي بالظبط هي تترجم
قوة، بس أنا عايز أروح معاك للتصريحات، لأن هو دايما ليه تصريحات محترمة. مثلا من التصريحات دي اللي أنا عجبتني جدا، قالك إحنا لسه بدري ولسه عندنا الكتير إن إحنا نقدمه، ولسه الأفضل أنا هخرجه من اللعيبة. صحيح. فده في حد ذاته مش تصريح ممكن أي مدير فني يقوله مع كل الإنجاز، حتى لو كان إنجازات في فترة قليلة أو حتى هي إنجازات قليلة لسه في العدد، لكن ممكن مدير فني تاني يقولك أنا كنت عارف، أنا صاحب الفضل، أنا كسر الدنيا أنا اللعيبة بتاعتي مشيت حسب ما أنا قررت، وعشان كده النتيجة. الراجل ما اتكلمش في أي حاجة من الحاجات دي، قالك أنا لسه ما عنديش، يعني عندي كتير لسه ما عملتش حاجة. فلا، ده كلام محترم جدا. زي ما قلنا، هو مدرب محترم، عنده خبرات، واثق من نفسه، هادي، كل الكلام ده كله احنا شفناه من خلال المباريات اللي فاتت، سواء الإفريقية أو الماتش السوبر أو الماتشات المحلية. تصريحات طبعا متزنة جدا جدا، ودايما خلي بالك اللعيبة بتاخد ردود أفعالها وبتاخد حماسها وقوتها وتفكيرها من المدير الفني ومن تصريحاته، غير ما يطلع يقول لا أنا كذا وأنا هعمل كذا وأنا لا. يعني الراجل متزن، وبيدي كمان اللعيبة حقها، قال إن اللعيبة تعبت معايا خلال الفترة اللي فاتت دي، ودي حاجة جملة مهمة جدا، إن مش أنا بس اللي عملت كسرت الدنيا وأنا اللي عملت كل النجاح ده. لا طبعا. اللعيبة فعلا استحملت وتعبت وقفلت على نفسها واتحرمت من حاجات خلال الفترة اللي فاتت. صحيح. فهو الحقيقة يعني الراجل زي ما بقول لك، هو يعني بنبتدي اختبارات معاه من أول يوم. أنا يهمني بس في مباراة النهاردة، قبل ما نتكلم في الحاجات الفنية، ان اللعيبه يعني وخصوصا اللعيبه الخبرات دايما بيبقى لها دور في اوقات معينه، منها التوقيت بتاع النهارده. زي ما قلت لك وبعيد، ان دايما المباريات اللي بعد البطولات اللعيبه بتبقى فكه شويه، يعني انت فاهمه ازاي، بيبقى غصب عن اللعيب حاسس انه جاب بطوله وحاسس انه قد. بس في فرق كويس في الايام، وفي نفس الوقت طبعاً. تدريب اليوم الواحد او معسكر اليوم الواحد. صحيح. شويه مختلف، يعني صحيح. انا اشعر ان الوضع لا مش هيبقى يخوف او مقلق على النهارده. هو الخوف زي ما بقول لك من اللي انا قلته، ومن حاجه تانية ان انا برضو جاي راجع البطوله بلاعب الداخليه، وافد من الممتاز به. يعني ساعات الحاجات دي كلها بالذات اللعيبه الصغيره اللي ما عندهاش خبرات وتجارب، ممكن يعني دماغها تروح كده ولا كده، يقول لك يعني المباراه مضمونه وكده. بالظبط كده. فانا عايز اقول ان لازم اللعيبه الكبيره، غير طبعا الكلام، لان اكيد المدير الفني اتكلم والجهاز طبعا والكابتن سامي قمصان، يعني الناس كلها اتكلمت، بس دور اللعيبه، لان الكلام اما بيوصل رسمي من الجهاز غير اما بيوصل من كباتن الفرقه واللعيبه، زمايلي في الفرقه الاكبر مني. صح. واللي نقله خبرات، بيبقى الاستيعاب اكبر واهم واقرب. يعني ايا كان طبعا التشكيل اللي هينزل النهارده، احنا عندنا غيابات في بعض المراكز، زي بقول لك ان اعتقد ان هو مش هيغير تغييرات كامله، مع العلم ان طبعا اللعيبه كلها جاهزه واللعيبه كلها، هو نفسه قال انا هدي الناس، يعني مفيش حاجه اسمها ما عنديش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، مفيش حاجه اسمها البدائل، بيكره كلمه البدائل، ودي حاجه مهمه جدا، لان كله اساسي وكله معرض يلعب. يعني اللي كان بديل الماتش اللي فات اللي هو من 3-4 ايام هيبقى اساسي النهارده. ايوه صح. فمفيش حاجه اسمها اصل البدلاء وكلام من ده يعني. وربما ده لصالحنا على فكره، مليون في المية. ان انت بتشغل اللعيبه، مليون في المية. وان هم يتحطوا في مباريات حتى لو مش هنقول سهله، بس مباريات مهمه، بس ما فيهاش التنافسيه الشديده، فده اللي صالحنا، لان بعد كده ممكن في مباراه قويه او يعني تنافسيه فيها اعلى طبعاً. تحس ان انت دلوقتي النتيجه احسن او الاداء بتاعهم احسن. احنا نهواند السنه اللي فاتت او الموسم اللي فات من فتره كده، يعني مع المدرب اللي كان موجود، كنا بنصطدم بحاجه صعبه جدا. قصدك على مين؟ موسيماني. موسيماني. كنا بنصطدم بحاجه صعبه جدا، ان انت اول ما بيحصل اصابه لاي حد ما عندكش بديل، بتحس ان البديل اللي جاي ده جاي من اخر الدنيا. يعني صح، صح، جاي من اخر الدنيا، ما شفناهوش يعني بقى رجله مش في الملعب، ما كانش فيه استعداد ابدا، كان مهتم أبداً. بحوالي 15 16 لعيب اللي بيلعبوا، وما كانش عنده الجراه ان يدي لعيبه، عمرنا ما شفناه بيدي اشبال صغيره او الناشئين يجربهم، زي ما حصل بعد قرار مجلس الاداره في الفتره الاخرانيه في الموسم. هو عمل في الاخر كده، وشوفي فرق كتير قوي، ان ادى عناصر
كبيره. يمكن خلي بالك وجود العناصر دي والناس اللي لعبت اللي ما كانت في الثلاجه ما بتلعبش اثر كمان في الثلاجه اثر في جديده دي يا كابتن حشيش بصراحه بس مش فريزر تحت فريزر ايوه فالحاجات دي كلها اثرت على حتى قرارات مجلس اداره النادي الاهلي ان انت بدل ما كنت ناويه تجيبي فلان وفلان وعدد وعدد لقيتي لا عندك من اولادك او من الناس اللي أصلاً مصنع وخرج لي نجوم كتير جدا على مدار اجيال مختلفه. يعني على سبيل المثال حسام حسن كان مع موسيماني خلاص ده كان ثلاجه ولا مش ثلاجه؟ كان ثلاجه وكان صح. لازم يطلع من الثلاجه يتفك شويه على بال بس ما نشوفه يعني كان في تفكيرات نقول الله ده هيجي له اعاره هنطلعه اعاره هنعمل لما ابتدى يلعب في الاخر فتره واحرز اهداف وابتدى ترجع له الثقه النهارده موجود من ضمن الثلاثه الاساسيين شادي ومحمد شريف او محمد شريف وشادي وحسام صح الثلاثه زي بعض وراي الراجل فيهم الثلاثه زي بعض وهيدي الثلاثه وممكن يبتدي النهارده يعني انت فاهمه يعني فالحاجات دي كلها اثرت من خلال المدير الفني اللي قبل كده. الراجل ده واضح ان هو لا هيلاعب الناس كلها وهيدي فرص واللي احلى من كده كمان انه بيبتدي يفكر في المراكز. شفنا لعيبه بتلعب مش في مراكزها عايز يبتكر حاجه جديده وده المدرب الكويس. في حاجات يا نهاوند بتحسسك المدرب ده لما تيجي تقيميه الراجل ده اخباره ايه؟ كويس ولا ما عندوش فكره لا ولا في فكره كبير في فكر كبير. انت شفتي لو هنتكلم فنيات شويه شفتي في خلال الاربع مباريات سواء الاثنين افريقيا اثنين محلي وماتش السوبر كم التاكتكس اللي بيعملها في الضربات الثابته؟ لا والمباراه بتاعت السوبر تحديدا هنتكلم عنها هو غير اثناء المباراه من غير ما احنا ناخد بالنا بالزبط. يعني هو غير التاكتيك بتاع اللعب خالص حتى فاجئ يعني الفريق الاخر انت فعلا هم اتفاجئوا يعني انت هو مين فين المركز ازاي بيتغير في نفس المباراه دي المرونه التكتيكيه اللي احنا بنقول عليها ازاي يبقى عندك مرونه تكتيكيه ومش ما هو ممكن انا اكون كمدرب عندي المرونه التكتيكيه عايز اعملها بس ما عنديش العناصر اللي تعملها لي ازاي ادرب العناصر دي انها تعمل الكلام ده صح. شفنا الكور الثابته الفاولات بتتعمل باكتر من طريقه مش هي اسطمبه واحده أيوة. زي ما كان بيحصل بتترفع وكل وطلع المساكين اللعب القديم بتاعنا بتاع زمان ايوه واخده بالك لا كذا حاجه ممكن تتلعب 1 2 ممكن واحد يهوش ويلعب يعني كذا حاجه هو ده اللي بيقول لك ان في راجل بيشتغل في راجل عنده فكر في راجل عايز يعمل حاجه ولسه واحرزنا منها واحرزنا من الحاجات دي اهداف التغييرات كمان اللي تبين لك المدرب ده او الكوتشنج بقى اللي بيبقى قاعد لان انت عارفه التدريب في الملعب او في اثناء التدريب ما هو سهل لان في راجل بتاع احمال راجل مدرب عام هم دول اللي بيتولوا التدريب اي حد ما اصل انت مش هتخترعي طرق تدريبيه الطرق التدريبيه كلها معروفه ومعروفه لدى الناس كلها انما الكوتشنج بقى اللي يبتدي يعمل جمل معينه يعمل اطراف معينه مثلا ناحيه اليمين ناحيه الشمال ازاي الراجل ده يصحي اطراف النادي الاهلي اللي هي كانت قوه النادي الاهلي الاساسيه في اطرافه ازاي يبتدي يشتغل شفنا الماتشات اللي فاتت مثلا احمد عبد القادر مع معلول شفنا الناحيه الثانيه اكرم ولما نزل كريم بعد كده يعني حاجات في نص الملعب دلوقتي مثلا ديانج مع حمدي زي السولية مع حمدي زي حمدي مع ديانج انت والنهارده اعتقد برضو انه ممكن انا متوقع يعني عشان النقص بتاع السولية ولسه ديانج كمان مش موجود لسه طبعا. فممكن يلعب حمدي ويلعب فخري اللي لعبه الماتش اللي فات في الاخر يعني انت فاهمه ازاي هيبان النهارده وده فخري ده من الولاد الناشئين اللي لعبوا السنه اللي فاتت في اخرها برضو لا ولو لعب كويس كان لما حصل على فرصه اثبت نفسه لحد كبير والراجل مديله ايه ماتش السوبر في الاخر يعني دي ثقه ان انا انزل طبعًا. واحد اول مره اهلي وزمالك وفي ماتش بطوله ونزله ده راجل بيديني ثقه انا يعني انت فاهمه ازاي فممكن يلعب بالحته دي ممكن نلاقي النهارده مثلا كريم بيبتدي المباراه وممكن يسيبه برضو للشوط الثاني تحسبا زي ما عمل كريم لما بينزل لمساته بتحرز اهداف بيأدي وده المهم عندنا في الاول صغير وسريع وقوي صح وبعدين ابتدى كمان كان ناقصه حته الثقه لانه ما كانش بيلعب ما هي الثقة بتيجي عنده لما ياخد الثقة لما يعني حصوله على الثقة هي انما انا لا ده انا حتى لو لعيب كبير وقاعد بره
حاسس ان الراجل ما بيلعبنيش وما عنديش ومش واثق فيا وبتاع، انا حتى لو عندي خبرات بتتهز. هي حاصله مع كريستيانو رونالدو ومانشستر يونايتد على سبيل المثال، يعني صح المقارنه في اكثر، يعني في اكثر من كده في الدنيا، في خبرات وعدد ماتشات. طيب تاريخي كابتن حشيش، خلينا نروح مع حضرتك برضو عشان نلحق نغطي كل الجوانب. تمام. لو هنروح للداخليه تحديدا. تمام. ونتكلم عن كابتن رضا شحاته، والنهارده اكيد هيقدم مباراه قويه، بتتوقع ان هو يبدا بهجوم مثلا ولا هيبقى بيلعب في الشوط الاول تحديدا مثلا بلعب الى حد ما دفاعي او خطه دفاعيه؟ بصي، هو ممكن طبعا هو عنده خبرات رضا، وابن من ابناء النادي الاهلي. خلي بالك يعني المقوله اللي بتقول اصل اللعيبه بقى والمدربين الاهلاويه بيجوا قدام الاهلي مش عارف ايه ومش عارف الناحيه الثانيه بغض النظر بقى عن الحاجات دي خالص خالص. بالعكس، ده بيبقى همه ان يطلع شكله كويس قدام النادي بتاعه ويحس ان هو مدرب كويس وكده، وعشان يثبت كمان للفريق المنافس ان مفيش انتماءات، لا ده انا انتمائي للحاجه اللي بدربها. رضا لعيب كويس، عارف طبيعه النادي الاهلي وعارف امكانيات النادي الاهلي. زي ما بقول لك ممكن يجي في باله يستغل حته النادي الاهلي انه واخد بطوله وراجع من بطوله وانه بيلاعب برضو الداخليه، ممكن يستغل ده مع الحماس القوي بالنسبه للعيبه اللي كانت بتلعب ممتاز به ولسه طالعه الممتاز وبتلعب. ده دافع كبير على فكره. وبتلعب قدام نادي القرن وبطل السوبر الاخير، لازم يلعبوا بقوه وبحماس وصغيرين وكده، فممكن يلعب ضاغط على النادي الاهلي من البدايه عشان يحسس النادي الاهلي ان انا مش جاي، ان انا مستسلم من البدايه، يستغل زي ما بقول لك العناصر الصغيره اللي عنده والقوه انه يقدر يضغط على النادي الاهلي ويحرز مثلا هدف، والكره ما فيهاش كبير وصغير يعني ليها اداء في الملعب يعني. رائع جدا. انا عايزه اروح برضو لنقطه اخرى، انا بحاول اغطي كل حاجه. تمام. يعني خلينا نروح للتحكيم شويه وكلايتنبرغ واختلافك او اتفاقك مع بعض القرارات، في اختلافه واتفاقه مع بعض القرارات الخاصه على سبيل المثال مثلا بزكريا الوردي اللاعب الزمالك، فكره انه قال لك يستحق كان انذار اخر ويستحق طرد، يعني الراجل برضو متابع وشغال وبيحلل وبيقيم وبيحاسب. حلو. بس مش عارفين لسه هيحاسب امتى. أيوة. بس اكيد دي خطوه قادمه لان ده من تخصصه يعني. تمام. بس سوفر حلو ان انت يبقى عندك منظومه وعارف ان في حد بيراقب وعارف ان هيبقى في حساب في الاول وفي الاخر، اعتقد ده الى حد ما هيصب في الاخر لتطوير هذه المنظومه. احنا لا نشكك تاني في حكامنا ابدا، لكن اي منظومه بتحتاج لتقييم وعقاب، او يعني زي ما بتقال كده مش هقول ثواب ولكن يعني صحيح. الواحد ممكن يثني عليها. فبتشوف فكره هنا كلايتنبرغ وتواجده وسوفر التحليلات بتاعته واصله ازاي؟ بصي الكلام اللي انت بتقوليه ده كلام جميل جدا، بس لازم نشوفه عملي. يعني انت بتتفرج وبتروح وبتشوف وبتعلق وكده. من خلال المباريات اللي جايه، احنا دلوقتي اهو لعبنا يمكن ثلاث مباريات تقريبا اللي هم في الدوري، الموسم بدا بقى له ثلاث مباريات، عايزين نشوف بقى افعال في الملعب. يعني انت مثلا الحكام كل ما يجي حد فيهم يتكلم يقول لك اصل الراجل بيقول لنا موضوع الاحتكاكات ان كل لمسه فاول دي ما بقتش موجوده، لازم تستنى شويه. بس استنى ما اوصلش لحد لمرحله ان الناس تكسر في بعضها واقول ان انا سايبهم احتكاكات. لازم الحكام تميز ما بين الاحتكاك القوي والضرب او اللعب الناشف، فرق كبير جدا جدا ان انا احتك وابقى رجلي على الكوره وفي قوه في التعامل، وفي فرق ان انا ببقى داخل كذا. فلازم الحكام يبقوا عاملين يعني عاملين حساب القصه دي، مش مثلا كلمه اتسمعت فعايز يطبق ويطبق في حاجه تانية. صحيح. عايزين نشوف كمان يعني عقاب للحكام اللي بتخطئ. اشمعنى الحكم يعني اللي ما تعرفش يعني؟ صحيح. ده رئيس مجلس اداره بيتعرف يقول لك ادى على رئيس مجلس الاداره ده غرامه، عمل على النادي ده، على المدرب ده، على الجهاز. اشمعنى الحكم؟ يعني ايه المشكله اللي يدار فيها الحكم عشان ما يجيش بعد كده يقول لك انت كنت مقول؟ لا ليه؟ عايز اعرف عشان حتى الحكم يهتم بالموضوع، انما يتقال ايه لا احنا بنعاقبه وان شاء الله، ولا ايه بيلعب تاني اسبوع إن شاء الله. يعني انت فاهم ازاي؟ على كل حال خلينا نستبشر خير لوجود طبعا كلايتنبرغ، ربما فعلا يعني يعمل تغيير شويه على الملعب وفي نفس الوقت في الكوره المصريه زي ما احنا بنقول اساس الكره المصريه اللي هي محتاجه تطوير، والتحكيم اكيد جزء من هذا التطوير اللي كان. اقول لك على حاجه سريعه جدا. فضل. بالنسبه للحكام يعني من خلال تواجدي في المجال، الحكام
من الفئه اللي صعب قوي حد اجنبي يخش في وسطيها وبدون تعليق على الكلام. طب انا مش هعلق برضه. نورتنا يا كابتن حشيش. شكرا يا هوان. ان شاء الله خير وباذن الله نبارك لبعض بعد المباراه باذن الله يا رب. هنروح فاصل ونرجع مع حضراتكم الفقره الطبيه مع دكتور دينا ابو السعود، خليكم معانا. يا صباح الهنا مره كمان، وخلينا نتكلم بقى في الفقره الطبيه دي. وزي ما حضراتكم عارفين كل حلقه بنحمل او بتحمل هذه الفقره يعني ملف مختلف عن فكره السمنه واللي مرتبط بالسمنه من امراض، وفي نفس الوقت ازاي ممكن يكون في حلول سهله وبسيطه وتمنع كمان زياده سريعه تاني في الوزن، وفي نفس الوقت برضو ما ارجعش ان انا احس ان انا وشي شاحب، شعري بيقع، الحاجات اللي هي ربما تنتج يعني لو انا ما خسيتش بشكل سليم. على كل حال هنتكلم في كل التفاصيل دي، والنهارده الملف الجديد كمان اللي هنتكلم عنه تحديدا دور الكروميوم. الكروميوم مش كل الناس فاهمه ايه هو الكروميوم، طب ايه هو دوره، ازاي ممكن يساعد اصلا في انقاذ الوزن، كل ده هنعرفه من خلال فقرتنا مع ضيفتنا النهارده اللي منورانا كالعاده دكتور دينا ابو السعود، طبعا المستشار الطبي لشركه بايو ناتشرالز. بونجور جدا. بونجور يا نهواندي يا حبيبه قلبي، ازيك؟ منوره كالعاده يا دكتور. بنورك دايما. وكل حلقه بتبقى اهم من اللي قبلها بصراحه، لان بتتكلم عن ملف جديد خاص برضو بالملف الام زي ما بتقال كده، اللي هو يعني السمنه. طيب انا النهارده هتكلم تحديدا على الكروميوم. ايه بقى الكروميوم، وازاي ممكن الكروميوم هذه الماده ان هي تساعدني عن فكره ان انا انقص وزني وبشكل برضو سليم وبشكل صحي من غير كمان ما يبقى في اضرار جسديه، وفي نفس الوقت من غير ما ارجع على طول اعمل شيفت سريع وارجع تاني في الوزن، دي مشكله تانية خالص. طبعا، لان خطوره السمنه مش بس في الشكل الجمالي، لا الصحة العامة يعني بالزبط. على طول بقول الصحة ما لا تشترى بثمن، وطول ما الواحد عنده صحة وستر خلاص هو كده في مأمن طول الوقت. احنا كده في الطريق المظبوط. أيوة يعني. أيوة صح. فمهم قوي أن أي حد مليان من الستات أو الرجالة يفكروا جدا أن هم لازم يخسوا، لأن لازم المحافظة على الوزن الطبيعي لتفادي أمراض كتيرة جدا من القلب، من السكر، وأحيانا أورام سرطانية لا قدر الله، ومشاكل في المفاصل ومشاكل في العظم، فلازم طول، والكوليسترول بقى والقلب والتنفس وكل حاجة في الدنيا، فلازم نحافظ على وزننا. طيب الكروميوم إيه علاقته بإنقاص الوزن؟ الكروميوم مادة مهمة جدا، بتلاقي كتير بياخدوا حبوب الكروميوم عشان يحصل إنقاص في الوزن، لأن الكروميوم هي المادة المسؤولة عن حرق الدهون، وهي المادة المسؤولة عن حاجة اسمها تنشيف الدهون، وبتودي الدهون للكبد، والكبد بيستهلك هذه الدهون للطاقة، فمادة مهمة جدا 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 لتنشيف الدهون وحرق الدهون المخزنة حتى في الأماكن المستعصية زي البطن. ده مهم قوي. وكمان الكروميوم ليه علاقة بضبط مستوى السكر في الدم، بتلاقي كتير من مرضى السكر دكاترة البطن أو الغدد الصماء بيدوهم حبوب كروميوم، عشان الكروميوم بيحسن لي مستوى السكر في الدم، لأنه بينظم عملية إفراز هرمون الإنسولين. أوكي. من البنكرياس. طيب الناس، معلش يا دكتور عشان ابقى فاهمه، الناس اللي عندها نقص في الكروميوم في جسمهم هم دول الناس اللي بتعاني من سمنه زايده، ولا الموضوع ازاي؟ طبعا اللي عنده نقص في الكروميوم في جسمهم بيعانوا من سمنه، بيعانوا مش بس سمنه، شحوب في البشره على فكره، تعب مزمن، كل الحاجات دي نتيجه نقص الكروميوم. طبعا المكمل الغذائي اللي هتكلم عنه فيه كروميوم مش بنسبه كبيره قوي، ودي حاجة كويسة ان هو فيه كروميوم، والكروميوم هو المسؤول عن تفتيت الدهون. الحقيقة الب مالتي فيت كل الناس بلا استثناء اللي استخدمته من السادة العملاء الكرام بيشكروا فيه جدا، والمتابعة الدورية عندنا في الشركة بتبقى ضروري. بيستا مكمل غذائي آمن جدا لأنه مرخص من وزارة الصحة المصرية، بيحتوي على الكروميوم اللي هو بيقدر يفتت لي الدهون زي ما أنا قلت، بيقدر يفتت الدهون ويستهلك الدهون إلى طاقة، وبيقدر كمان بيستا يتحكم لي في معدل الشبع ومعدل الشراهة بتاعتي. احنا كمصريين كلنا اعتقد اكتر من 90% مننا عندنا شراهة في الاكل، والاكل بالنسبة لنا متعة كبيرة، لكن صعب انك انت تعرفي تعملي مونيتور للحجم بتاع الطبق بتاعك، دي بتبقى صعبة. فمهم قوي ان اي حد عايز ينقص في الوزن، وحتى على فكرة اللي مش عايز ينقص في الوزن وعايز يثبت وزنه، ودي الأصعب على فكرة، دي الأصعب،
مش حلو ان انا انزل مره واحده وارجع الكيلوهات واكتر مره واحده. ده بيبقى احباط بقى. احباط رهيب. واحنا مش ناقصين الصراحه ابدا. يعني احنا هنا بنتكلم عن الكروميوم، هو متوفر مبدئيا في بيستا. أيوة. ومتوفر ايضا في الب مالتي فيت اللي هو المكمل الغذائي اللي بتنصحي ان هو كمان يكون مع كورس بيستا بيتاخد في نفس الوقت. انا بنصح كل الناس اللي بتتفرج علينا تاخد الب مالتي فيت، وبالذات طب اكيد طبعا هو للناس اللي عايزه تخس والناس اللي مش عايزه تخس. طب ليه مهم قوي لو انا بدات استخدم بيستا وبدات اقلل كميه الاكل وكميه الفيتامينز اللي باخدها، ليه لازم اخد الب مالتي فيت؟ لان الب مالتي فيت دخله 13 فيتامين ومعدن مهمين جدا، اهمهم مش عارف اقول اهمهم لان كل الفيتامينات طبعًا الحقيقه طبعًا مهمه بالزبط. لكن ممكن ابدا بفيتامين بي المركب العيله كلها. مهم قوي كلنا نمشي على فيتامين بي. فيتامين بي داعم جدا للدم، جدا داعم للحرق والتمثيل الغذائي بتاعي. ده مهم قوي ان انا اعرف ادعم سرعه الحرق بتاعتي. انا كل ما بكبر في السن الحرق بتاعي بيقل، الطاقه بتاعتي بتقل، فلازم ادعم بالب مالتي فيت اللي داخله الكوبالامين والرايبوفلافين والبيوتين. البيوتين طبعا داخل الب مالتي فيت عشان شعر ما يتاثرش. هو البيوتين بقى للشعر فقط ولا الشعر والبشره والضوافر؟ يعني اعتقد بيوتين لكل حاجه، لكل حاجه فاملي. حاجه ليها علاقه بالبيوتي. بالظبط بالظبط. ومهم جدا البيوتين لاعصابنا، يعني مش بس للشعر والبشره وجمالي، لا مهم للاعصاب. للاعصاب طبعا. اي حد عنده التهاب في الاعصاب الدكتور على طول يقول له فيتامين بي رقم واحد مع الادويه. طيب ايه اللي داخل الب مالتي فيت كمان يا نهاوانت؟ عندي فيتامين سي. فيتامين سي بيسموه فيتامين الجمال. فيتامين سي مهم جدا لان فيتامين سي اولا بيدعم لي المناعه، بيدعم لي البشره جدا، وبيحفز لي على مستوى الحديد لانه بيساعد على امتصاص الحديد. ده مهم قوي يا نهاوند. طبعا يعني اي حد بيسالني كتير قوي بيبعتوا لي يا دكتوره دينا شعري بيقع شعري بيقع، مهم تستخدم الب مالتي فيت ومهم تشوف مخزون الحديد. يعني لما اجي اعمل صوره دم اقول صوره دم مع السيرم فريتين، مش بس صوره الدم، مش بس الهيموجلوبين المهم، مخزون الحديد ده مهم جدا لدعم الشعر. صحيح. ومش الشعر بس، الشعر والدم والتنفس والحركه، لان الحديد هو المسؤول عن نقل الاكسجين لكل صحيح. الخلايا. والعكس صحيح، لو في نقص في الحديد دي تبقى مشكله طبعًا كبيره البني ادم، مش هيبقى عنده اصلا طاقه كمان خالص عامه يعني. طيب خلينا دلوقتي لان احنا معانا كيس برضو عايزه اكيد زي ما احنا متعودين بنسمع لكن كمان بنشوف بشكل بقى على الارض ايه اللي بيتم، او الناس اللي جربت هذا المنتج بالظبط ازاي على الارض فادهم. دي حاجه هنشوفها دلوقتي خلال دقائق قليله جدا مع حضراتكم. بس قبل ما اروح للحاله اللي معانا انا عايزه منك تقول لنا زي كده السبب وراء ان انا دلوقتي لو شخص او انا هقول انا مريض او انا عميل او غيره، انا رايح وعندي يعني اوبشنز كثيره جدا، واي بني ادم عنده اوبشنز كثيره جدا، مكملات غذائيه، حاجات بتخسس، اشمعنى اخد الب مالتي فيت او كورس بيستا مع الب مالتي فيت؟ عشان اولا كورس بيستا من انتاج شركه باي ناتشرالز المعروفه جدا دلوقتي، ان منتجاتها جميعها واخده ترخيص من وزاره الصحه المصريه. ودي نقطه على فكره مهمه جدا. طبعا طبعا طبعا. وواخده من هيئه سلامه الغذاء ومنتجاتها اوريدي متوفره في الصيدليات. لكن ليه بنقول نتكلم عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه؟ عشان مريض السمنه مهم ليه جدا المتابعه، مهم ليه جدا 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 العاطفه، الدعم النفسي، صح. مهم التشجيع. عشان كده بنقول نتكلم وناخد الكورس، لان كمان مع الكورس القهوه الخضراء اللي بتساعد جدا على مستوى الحرق. فعشان كده انا بحبس جدا اي منتج من منتجات شركه باي ناتشرالز. وكمان بيستا مكوناته طبيعيه، انا عندي الكروميوم عندي الياف طبيعيه فيه من قشور السيليوم، من رده الشوفان، من رده القمح. الثلاثه دول يقدروا ينفشوا في المعده. فلما باجي اخد كورس بيستا او اخد الساشت، هو طبعا بيبقى ساشت قبل الاكل على كوبايه ميه بنص ساعه، اجي لما اجي انا متارجته اكل كل الطبق ده هلاقي نفسي باكل ربعه بس، وهلاقي نفسي ان انا شبعانه بعد ما اكلت يجي بخمس ست ساعات، ودي حاجه كويسه جدا جدا جدا. الب مالتي فيت بيتاخد بعد الاكل، يعني بيستا اللي بيتاخد قبل الاكل، والمالتي فيتامين بتاعنا بيتاخد بعد الاكل بساعه. حلو جدا، كويس جدا. طب تعالوا بقى نروح للكيس اللي كنت بقول لحضراتكم عليها دلوقتي نشوفها مع بعض. هي يعني ايه؟ مش هقول مريض، هي شخص كان عنده مشكله حاول ان هو يلاقي حل ولجأت لكورس طبعا بيستا والب مالتي فيت. هي هتحكي لنا بنفسها ازاي كمان ده كان ليه تأثير يعني جيد على صحتها، ونرجع نكمل. احكي لنا قصتك مع بيستا
وإزاي ساعدك تخسي. أنا اسمي آية عاطف رجب، عمري 26 سنة، كنت 85 وبقيت 65. الموضوع كان صعب معايا جدا في الحركة، كنت مش بقدر أمشي، رجلي كان الوزن تقيل عليها، ما كنتش بعرف أخد نفسي كويس، اللبس كان صعب جدا، ما كنتش بعرف ألبس في سني خالص، كنت حاسة أنا بلبس لبس ماما، يعني الموضوع كان صعب قوي في اللبس. كنت بستخدم بيستا قبل الأكل بنص ساعة، ثلاث وجبات في اليوم. قبلها كنت بشرب الكوباية، لا طعمه ما كانش فيه أي مشكلة خالص، بالعكس هو طعم التفاح فكان لذيذ، يعني ما كانش عندي أي حرمان من الأكل، كنت باكل عادي كل حاجة، بس هو أصلا كان بيسد الشهية، كنت باكل أي حاجة بس قليل، يعني وجبات قليل. مبسوطة جدا، الحركة بتاعتي بقت خفيفة، بقيت قادرة ان انا امشي براحتي، بقيت البس اللبس اللي انا عايزاه. بنصح اي حد عايز يخس في وقت قصير وبشكل صحي ان هو يستخدم بيستا. احنا بنتكلم من 85 ل 65، ده 20 كيلو صريحة. لا وشفتي صورة آية يا نهاوند قبل ما تخس، بتقولك عندها 26 سنة، لا هي قبل ما تخس شكلها فوق ال 45 سنة. بصراحة التخن كارثة، يعني بياخدك في سن تاني وفي ليفل تاني وفي مود تاني وكل حاجة تانية بصراحة. خالص لما جت خست ثقتها رجعت بنفسها، سنها الحقيقي بان عليها، وبتقولك بقت تعرف تلبس. خلي بالك في السن ده تبقى بالتخن ده كله، هي عرضة وفي السن، يعني انت هتيجي تكسري 30 هتلاقي نفسك داخلة في سكر نوع تاني، حرام حرام بجد. تعالي بقى نروح زي ما احنا متعودين دكتور دينا لأسئلة المتابعين. نبدأ بمحمد علاء، هو بيقول أنا سني 34 سنة، وزني 125 كيلو، لو أخدت الكورس ونزلت في الوزن ممكن أرجع أزيد تاني ولا صعب؟ هياخد الكورس وهيتابع مع عن طريق الارقام اللي ظهر على الشاشه، هيتابع مع الاخصائيين العلاجيين ان هو يقدر يثبت وزنه بعد كده وما ترجعش الشراهه بتاعته، اعتقد بتبقى صعبه. فعندنا كورس تثبيت، سواء الدكتور بقى هيقول له اللي في الشركه ياخد ساشه واحده قبل الاكل كل يوم زي ما الدكتور اللي هيحدد له، لكن ثبات الوزن برضو بيبقى صعب مع الاوزان الثقيله. ده مهم جدا طبعا. لان احنا مش عاملين عمليه تكميم قصنا المعده، فالمعده بقت صغيره. بالزبط. لا وانس ان انا خلص وقفت بيستا المعده حجمها بيرجع تاني عادي، فمهم ان انا امشي على كورس التثبيت بتاع شركه بايو ناتشرالز. وبالتدريج انت هتبقى خلاص مش قادر تاكل الاكل بالبورشنز اللي انت كنت بتاكلها من فتره طويله قبل ما يبدا الكورس، يعني صح. خلاص جسمك بيتعود. ما على فكره انا اعتقد تصلحي لي برضو المعلومه دي يا دكتور، الجسم حسب ما بنعوده. يعني لو انا كل يوم مثلا قبل ما انام بحب الاكل هفضل كده، لو انا واخده ان انا كل ما ازعل لازم اكل حاجه حلوه سويت او سكريات وكده هفضل كده، انا عودت نفسي على كده. صح، يعني هي بتبقى قوة الإرادة وقتها مهمة قوي يا نهاوند. يعني قوة الإرادة مهمة، وموضوع أكل بالليل ده دي كارثة. إن أنا أكل بتلاقي كتير مثلا يقول لك إيه، لا أحاول ما أكلش بالليل مثلا، أتعشى مثلا الساعة 7 أجي أنام مثلا، اللي بيتأخروا في النوم دي مشكلة، فبيجي ينام الساعة 1 أو بتيجي تنام الساعة 1 تقول لك لا أخش كده بقى إيه أشوف ننقنق وأروح نقنق، والنقنقة دي بتبقى حاجة كبيرة. ده في ناس بقى عايز أقول لك والله كانوا نفسهم إن هم يعملوا قفل للتلاجة والله بس طبعا الكلام ده لا ده حرام، يعني إحنا كده مش بنحرم نفسنا، إحنا كده بنعذب نفسنا. يعني ما أنت لازم عندك، أنت كده إرادة زيرو، يعني فما أقفل التلاجة بقفل ده إرادة زيرو. لا يعني هي بقى الناس اللي عندها إرادة زيرو ياخدوا أول ما يحسوا إن هم جعانين ومش عايزين ياكلوا بالليل ياخدوا على طول ساشة واحدة من بيستا على كوبايه ميه كبيره، وطعمه زي ما اي قالت عصير التفاح، مفيش حلو اي قوي. مشكله. طيب حور احمد بتقول عندي 25 سنه وكان وزني زياده واخدت كورس من شهر ووزني قل، عايزه اعرف اثبته ازاي. هتثبته ان هي تمشي على نظام غذائي، لو ما عرفتش تمشي على نظام غذائي عندنا كورس تثبيت في شركه بايو ناتشرالز، وتحاول تمشي. المشي مهم، في الحركه بركه زي ما بيقول، يعني مهم لو مش قادره تروح جيم مش قادره تلعب رياضه تمشي على الاقل في اليوم تلت ساعه. على فكره المشي كمان غير انه بيخسس بيطلع هرمون السعاده بيحفز على الدوبامين طبعا. فمهم قوي لو انا حاسه ان انا في ستريس، وخلوا بالكم الاسترس بيتخن والاسترس بيعلي لي مستوى السكر في الدم، فبليز خلوا بالكم من الاسترس. يعني مثلا الناس يقولوا لي ايه احنا ما بناكلش سكر خالص، نيجي نحلل السكر نلاقيه عالي. ستريس وعدم نوم، لان الكورتيزون عالي عشان يهاجم التوتر على طول دمه بيعلى مع السكر. فالعدو الاول للكورتيزون النوم 8 ساعات والرياضه.
العبوا رياضه يا جماعه، مش قادرين نلعب رياضه نمشي عشان وبعيدوا عن اي حاجه بتعمل ستريس. يعني لو كان في شغل معين بيعمل ستريس سيبوه كان بجد، او حاولوا تغيروه. لو في شخص معين بيجيب لكم ستريس ابعدوا عنه. انا شايفه ان ده في ايدينا يعني بجد، في الاول وفي الاخر محدش هينفع حد يعني. تعالي بقى نروح لمحمود رفعت. انا مشكلتي ان الدهون متراكمه عندي في منطقه البطن، فتنصحيني بايه؟ انصحه بكورس بيستا، يستخدم كورس بيستا من ساعة ما شافنا، يتكلم عن طريق الشركة، شركة بايو ناتشرلز، والأخصائيين العلاجيين هيتابعوا الحالة طبعا. هم اللي هيقولوا هياخدوا كم هم اللي هيقولوا لمريض السمنة هياخد كم ساشت في اليوم. لأن يعني في ناس بتاخد ساشت واحدة، في ناس بتاخد اتنين، في ناس تاخد تلاتة مع القهوة الخضراء. وطبعا بيطلع كمان فيتامين د هدية. فيتامين د مهم جدا جدا لكل العمليات الحيوية في الجسم، مهم للمناعة ومهم للشعر ومهم لحاجات كتيرة. فهيتكلم عن طريق الأرقام اللي ظاهره على الشاشه، وهيقدر يخس طبعا مع شركه بايو ناتشرلز بطريقه امنه. انا مش مهم ان انا اخس والاقي نفسي مثلا متعصبه متضايقه، لا احنا مش ناقصين، لا لان 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 بيستا ما بيشتغلش على مراكز المخ، بيستا بيشتغل على معدلات الشبع مش من المخ ولا القلب ولا المخ، ما لهاش علاقه خالص. ففي ادويه كده وادويه كده، عشان كده كورس بيستا مصرح وامن لاصحاب الامراض المزمنه كمان. كويس جدا. طيب ابني عنده 14 سنه وزنه 112، لا مش معقول ده، صعب جدا 12 سنه. المهم عمل ريجيم كتير ومش بينزل خالص، هل الكورس ده مناسب للاطفال؟ مناسب ده بس ده كارثه. لا ده كارثه، الطفل ده صعب جدا 12 هي سنه. هي انا على طول بقول السمنه في الاطفال دي كارثه اكتر من السمنه للكبار، لان الاهالي هم المسؤولين عنها. ازاي وصلوه ان هو يبقى معلش بس انا عايز افهم، في عرف الطب هل طفل عنده 12 سنه ده ايه؟ يعني كل سنه بيبقى كام كيلو ده؟ لا ده ايه كتير قوي، دي 10 كيلو يعني. على طول بقول الطفل مريض، يبقى مريض سمنه من طفل، دي مشكله كبيره سببها الام. يعني مهم قوي ان هي اي حد عنده اطفال يعرفوا هم بياكلوا ايه، مش اي حاجه هم عايزينها تبقى طلباتهم مجابه اطلاقا، حرام يعني. حرام ما ينفعش طبعا. اي حاجه يعني انا على طول بخش السوبر ماركت يا نهوان بلاقي ام مثلا عندها اطفال بيشتروا كل الحلويات اللي في السوبر ماركت ده، بتقول هيتاكل ده على مدار السنه ولا في يوم؟ لان لا ده طبعا انا بقول ان مهم قوي دعم الام لعيالها، ان مش اي حاجه هم عايزينها تبقى طلباتهم مجابه في الاكل. لان خلي بالك كمان كميه السكريات هتخليه لا هو مركز في الدراسه ولا هو عنده نشاط، ولما يكبر او لما تكبر هيبقى عندهم مشكله كبيره في عمليه التمثيل الغذائي، لان دي نبته صغيره. النبتة دي لو عرفت أغذيها صح هتطلع بنيانها صح، لو ما غذيتهاش صح هتطلع بنيانها مش صح. ولو ما تتمش تدارك الموضوع من هو عنده 12 سنة، لما يبقى بقى 15 و20 هيحصل عنده إيه؟ والخلل العضوي اللي هيحصل طبعًا عنده طبعًا هيحصل إيه؟ طبعًا طبعا. يعني مشكله، لا مش هزار يعني، الموضوع مش هزار ابدا. انا زعلت والله العظيم على الولد متاثره على كل حال. في نقطه كمان مهمه قبل ما نختم، لان فكره هنا الناس اللي هي الميتابوليزم عندهم او سرعه الحرق بطيئه، دي بالوراثه ممكن تكون، ما لهمش هم ذنب فيها حتى. ممكن يكونوا على فكره بياكلوا اكل قليل جدا. الناس دي حلها ايه يعني؟ تعمل ايه؟ هم هنا بياكلوا قليل بالفعل بس الحرق عندهم بطيء، هل بيستا ممكن يساعد على زياده الحرق؟ بيستا بيساعد على زياده الحرق، وقلب مالتي فيت من اهم الفيتامينات اللي بتساعد على زياده معدلات الحرق هو فيتامين ب المركب. بتقدري تروحي الصيدليه بتسالي على فيتامين بي، بس بيبقى صعب قوي انك تلاقي في منتج واحد او في مكمل غذائي واحد فيه كل العيله بتاعت فيتامين بي. ده بيبقى موجود داخل قلب مالتي فيت. هنطلب قلب مالتي فيت او كورس بيستا يا اما من الصيدليات يا اما عن طريق الارقام اللي ظاهره على الشاشه. اللي مش عايز يخس مهم قوي ليه على فكره قلب مالتي فيت، لان احنا داخلين على شتاء وداخلين عايزين ندعم مناعتنا ضد اي فايرال انفكشن ممكن يهاجم جسمي. طب قلب مالتي فيت بيقدر يدعم المناعه ازاي؟ لانه في فيتامين سي بنسبه 500 ملي جرام، وفي زنك بنسبه 23.9 اعلى تركيز في الزنك، وفي نحاس. ما دام ان انا يوميا عارفه ان انا باخد هذه الفيتامينات يبقى انا مناعتي كويسه ضد اي فايرال او بكتيريال انفكشن تخش على جسمي.
يعني دكتور والله الوقت بيجري بقى ما بحسش بيه، بس بتنورينا. وملف اخر مهم خاص بيه طبعا ملف السمن، تاني الملف الام اكيد، والكروميوم واهميته النهارده اتكلمنا عنه، وقلنا كيس زي ما حضراتكم شفتوا، شفنا كيس كمان على ارض الواقع لما جربت هذا المنتج ايه اللي حصل معاها. يعني بشكرك جدا دكتور دينا، وان شاء الله تكوني معانا تاني في فقره مختلفه إن شاء الله. عن برضو طبعا ملف السمنه. انا بقى بالنسبه لي هشكر حضراتكم، اكيد كده الحلقه انتهت والاسبوع كمان بالتالي انتهى. النهارده عندنا ماتش مهم جدا ان شاء الله، يا رب ربنا يوفق الاهلي. احنا الحمد لله كده ضربه البدايه افريقيا كانت اكثر من رائعه، ضربه البدايه محليا يعني مع الدوري كانت اكثر من رائعه. باذن الله نكمل بهذا المستوى، لان في الاول وفي الاخر هو ده المستوى اللي يليق بينا وبالنادي الاهلي. هشوف حضراتكم ان شاء الله في بدايه الاسبوع الجاي انا وكريم، حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. مع السلامه.